بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل الزملاء اللي معانا في الشات، ويا رب يكون الرسالة اللي عايزين نوصلها تكون سيمبل وبسيطة وتوصل للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة هنتكلم على الـ OCT Angio of Combined Macular Lesion. وكلمة Combined Macular Lesion نقصد بيها اللي هي Lesion Complicated بسكندري CNV. فعندنا الـ OCT Angio is a non-invasive microvascular imaging technology that uses flow of blood cells in the vessels instead of dye-stained plasma as fluorescein angiography to record the vascular network. Here we see here the upper one is the OCT Angio, وتحتيها ده اللي هو الفلوريسين Angio of the same patient at the same day. في عندنا الفلوريسين انجيوغرافي، ده اللي احنا بنسميه داي ستيند انجيوغرافي، وده عباره عن داي ستيند بلازما. عيبه ان هو انفيزيف، وبالتالي كان تو اولويز بي دان از ان اليرجيك بيشنت اند نير اند رينال كيسز. اولسو وي هاف ليكج ده هو يسر في بعض الحالات، لكن هندرنج ان اذرز باي ماسكينج سام ديتيلز زي الكابيلاريز. وبعدين العيب الثالث اللي فيه انه بيدينا اوفرلابنج لللايرز، يعني كل الريتنا لايرز ابير سيمالتينيسلي. متابعيني كده يا جماعه؟ تمام يا حمدي، تمام تمام. بس الوقت برضو خلي بالك، عشان انت بادئ، يعني انت بادئ خلاص في وقتك. لو بصينا على الصوره هنلاقي الفلوريسيون فوق بتاعت نفس العيان واللي تحت او سي تي انجيو، هنلاقي المميزات بتاعت الاو سي تي انجيو. اولا هو دايلس، يعني نون انفيزيف، وبالتالي اقدر اعمله في كل الحالات، ما بدورش اليرجي او رينال، وفي نفس الوقت اقدر اعمله as frequent as I can. نمره اثنين ان هو ما فيش داي ليكج، والداي ليكج هنا ميزه. ليه؟ لانه بيديني شاربلي ديفايند فيزلز، واقدر اشوف الكابيلر ابنورماليتيز اشوفها عن الفلوريسين. نمره ثلاثه انه بيديني ريتنال لايرز ار سين سيبريتلي، يعني كان بالظبط بشوف بالسي سكانر والانفاس ميثود، وده بيديني الثري دايمنشنال ثينكينج. هنطبق هذا الكلام على الحالات ديت. في عندنا الحاله الاولانيه، ده عيان بايلاترال دايابيتيك ماكلر اديما. زي ما احنا شايفين كده ان في ماركت اسيمتري ما بين التو ايز، وده اللي كان مور سترايكنج. عندنا حاجتين، اولا الاسيمتري في البيكتشر، اثنين الاسيمتري في الريسبونس. الرايت اي كان الريسبونس بتاعها للانتي فيجف احسن، الليفت اي كان عندي اللي فيه فوفيال هيفي فوفيال اكستت ومور سيفير عن الليفت، والريسبونس بتاعها كان اقل بكتير عن الرايت اي. فهذا العين اليمين هي واضح ان فيه ماكلر اديما، وادى الاو سي تي بتاعها واضح ان فيه نون سنتر انفولفنج سبونجيلايك ماكلر اديما، وادى الانجيو بتاعه مديلي ايرلي دايابيتيك تشينجز انسايد ذا سوبرفيشال، في السوبرفيشال وفي الديب بلكسس. لو خدنا بقى الليفت اي اللي هي مور سيفيرلي افكتد وعندنا هيفي اكستد، هنلاقي هذا الايرلي والليت انجيوجرام، هنلاقي ان الليكج عامل لي ماسكينج للاندرلاينج ليجن، واخد بالنا ان عندي هنا ليجن عباره عن هوت سبوت موجوده في المنطقه دي، لكن الحقيقه هي ماسكت بالليكج. مع الاو سي تي الاقي عندي انتراريتنال هيفي اكسيت وفي سيستويد ماكلر اديما، وهنا الاكسيت واضح قوي ان واخدني فول ثيكنس، معنى كده ان في عندي باثولوجي اخر انسايد ذا ريتم. لما عملنا او سي تي انجيو، لو بصينا هنا في البي سكان في الانجيو الاقي عندي انتراريتنال بلاد فلو، يعني بلاد فيزلز، والاقي عندي في السكشن في السوبرفيشال الاقي في نيو فيزلز انسايد ذا ريتنا، ماشيه الى الديب لاير، ماشيه الى السبريتنال لاير. اذا العيان ده دي ام اي وكومبليكيتد براب في السكند ستيج اللي هو السبريتنال. لو عملنا برضه في الانجيو وبصينا على الدينستي ماب، هنلاقي فيه الايه الراب باين في السوبرفيشال بسيط، وبعدين في الديب، وبعدين في السبريتنال اريا. عندي حاله تانيه برضه، في هنا ابر اولد برانش فين اوكلوجن، وبرضه الايه الليفت اي بتاعته سليمه، الرايت اي سليمه، وبرضه عندنا هنا في هيفي اكسدت موجود في منطقه المكر.
برضو هنا في الاو سي تي في عندنا اهوت برضو هيفلي انتراريتنال اكسدت، ولو بصينا برضو في الـ في البي سكان انجيو هنلاقي في عندنا نيو فيزلز انسايد ذا ريتنا. لما عملنا الانجيو هنلاقي في عندنا في نيو فيزلز موجوده في الديب كابيلاري لاير وتمتد الى السبريتنال وتمتد الى الى منطقه بتاعه الكوريو كابيلاريز. إذن عندنا هنا اهوت الصوره بقى واضحه، ادي عندنا السوبرفيشال الديب السبريتنال والكوريو كابيلاريز، وادي الدينستي ماب، ادي السي ال، ادي السي ال، ادي النيو فيزلز اهيت. إذن عندي راب ستيج 3، إذن ده حاله برضو من الحالات الرير ان عندي برانش فين اوكلوجن كومبليكيتد براب ثير ديجري. الفلو اي بتاعته از كومبليتلي نورمال، وده عشان يبقى عمل لي اكسكلوجن للبرايمري راب. وهنا الصوره كومبليتلي نورمال الاو سي تي انجيو. اذا الراب ده اختصار ريتنال انجيومتاس بروليفريشن، الاورجن بتاعها من الديب ريتنال بلكسس، بتعدي في 3 ستيجز، ستيج 1 اللي هو الانترا ريتنال، ستيج 2 زي اللي هو السب ريتنال زي ما شفنا في الحاله الدايبيتك، وستيج 3 اللي هو بتبقى عباره عن ريتينو كورويدال انستموزس زي شفناها في الحاله بتاعت الفين اوكلوجن. في عندنا ديزيز تاني اللي هو الايديوباثيك ماكولار تلانجياكتيزيا اللي بنسميه المكتل او الاي ام تي، فيها تو تايب، تايب 1 اللي هو انيوريزمال تلانجياكتيزيا بيبقى يونيلاترال ويانجر ايتش، التايب 2 بيبقى بيريفوبيال وغالبا بيكون بايلاترال وميدل ايتش، بيبقى كونفايند للبيريفوبيال اريا وممكن يبقى كومبليكيتد براب. ادي حاله مكتل. حمدي صوت قطع يا جماعة. حمدي سمعنا يا حمدي. برضو عندي هنا another case of recovery. حمدي خرج كده. طيب ممكن يا دكتور سعيد لو حضرتك حابب نخش في النكست سيشن؟ ممكن لو في حد عاوز اسئله في الحته دي شويه دول، في حد طالب اسئله؟ هو عامه انا بعت لحضراتكم يا دكاتره اي اسئله مور ذان ويلكم، ده هتكون على الشات حضرتكم ممكن تبعتوها. علاء الدرغامي، علاء الدرغامي رافع ايده مش عارف عايز ايه، شوف كده. دكتور علاء شوف الميوت. دكتور علاء دكتور مصطفى انميوت. ايوه علاء، دكتور علاء الدرغامي رافع ايده. بس نعمل كوميونيكيشن مع دكتور حمدي نشوف ايه المشكله. دكتورة هاجر مجهزة حاجتك؟ دكتورة هاجر؟ دكتورة هاجر موجودة؟ هي هاجر ميوتد، خلينا نعمل لها ميوت. حمدي كومي. تمام دكتور سعيد، انا كلامها حضرتك راحت معايا. خليك ستاند باي ثانيه واحده يا هاجر، ستاند واحده اما نشوف حمدي. حاضر تمام. دكتور حمدي سامعنا؟ هو لسه ما عملش جوين تاني، هو خرج بره الميتنج خالص. دكتور حمدي قطع خالص من عندنا. هو دكتور حمدي تقريبا موجود دلوقتي ظهر بس مش متصل. تمام يا دكتور حمدي. حضرتك عامل ان ميوت لنفسك يا دكتور حمدي، وممكن تعمل شير سكرين تاني. انا كده انا سامعكم بس انتم مش سامعيني. انا سمعناك دلوقتي. اتفضل. ارجع تاني على حالتك. كمل حالتك بسرعه بس. ما انا ارجع نفس الستبس، وقف عند نفس الكيس 2 مكتل. كده سامعيني كويس؟
سامعينك وشايفينك، اعمل بقى المقتل حاله ثانيه. انا عندي بقى حاله اللي هي ريكرنت بوستيريور. بس خش، لا انت مش على الشاشه دلوقتي، احنا اللي شايفينك، اعمل شير سكرين. طيب اعمل شير سكرين. معلش يا جماعه الاودينس، طبعا احنا بنعتذر على الديلي دوت، انت عارفين التكنولوجي مشاكلها. ماشي يا حمدي كده، اعملها بقى سلايد شو كده. واضحه؟ واضح. ماشي كده كويس، اشتغل. راح الثاني يا حمدي. اوكي واضحه؟ لا واضحه. كده واضحه؟ ماشي كده حلو قوي، اشتغل يلا. اوكي تمام كده. دي برضو دي حاله ريكارنت بوستيريوفيتس. تمام. طبعا الصوره هيزي عشان الفيترايتس. العيان عنده ماركت هايبر فلوريسنس في السنترال اريا، والفيجن سيفيرلي افكتد ان هيز رايت اي. لما اتعملت الانجيو بتاعها، طبعا هنا في الاو سي تي في عندنا انترريتنال ليجن عامله زي الاكستت وعامله اندرلاينج شادوينج. لما عملنا لها الاو سي تي انجيو، واضح ان هنا فيه نيو فيزلز، يعني فاسكولايزد اريا انفايز ذا ريتنا، بدءا من السوبرفيشال الى الديب، ويا دوبك حته صغيره في السبريتنال. ده يدينا الانطباع ان هي اتس ا كيس اوف ريكارنت بوستيريوفيتس ويز انترريتنال فاسكولايزيشن، واللي خلينا نشخصها ان هي اراب كومبليكيتنج بوستيريوفيتس. نفس المنظر اهوت ادى السوبرفيشال الديب، والكورويد هنا از نوت انفولفد. طبعا ده الدينستي ماب واضحه فيها، اهوت السي ان واضحه فيها، الراب موجود فيها. العين الشمال بتاعت نفس العيانه في عندنا برضو هنا اريا هي هايبر فلوريسنت مع الفلوريسين، وبرضو هنا الاو سي تي بتاعها زي الفل ما فيهوش حاجه، والانجيو بتاعها برضو مش واضح ان في حاجه. اذا الحالة ديت هي bilateral posteriorvitis، عندها right posteriorvitis recurrent complicated بالراب. حمدي كده الوقت جميل. In conclusion, the OCT images the retinal microvasculature details زي the capillaries and collaterals and new vessels and non-perfusion areas is better than fluorescent. OCT angio could detect lesions masked by hyperfluorescence of leakage and fluorescein angiogram زي ما شفنا في حالات الحاله الدايبيتك، والحاله بتاعت الفلوجن. تمام. والحاله بتاعت البوستيريوفيتس الاو سي تي انجيو ميستو انه بيدينا 3 dimensional separation of the retinal and choroidal vessels، ده بالسيجمنتيشن. ما احناش محتاجين داي انجكشن، وبالتالي ما عنديش اي كونترا انديكيشن سواء ريده ولا كاردياك ولا ازماتيك ولا الرجي. الاوستي انجيو عشان هو نون انفيزيف كان بي ريبيتد از ماني تايمز از نيسيسري. اقدر كمان اعمل كوانتيتيف اسسمنت للفاز، واقدر اعمل اشوف الريجريشن والريجروث اوف ذا نيو فيزلز. اند ثانك يو فيري ماتش فور. تسلم يا حمدي، ممتازه والصور ديمونستريتيف وحاله جميله جدا حالتك، وممتازه وموضحه كل حاجه. شكرا. شكرا يا حمدي. معانا دلوقتي الدكتوره هاجر خالد، بتتكلم من منين يا غير هاجر؟ هاجر من لندن دكتور سعيد. انت المكان اللي انت فيه من فين؟ في لندن. هاجر هتتكلم عن حاجه عنوان فخم جدا، او سي تي انجيو بيوند ستاندر، عنوان مرعب. اتفضلي يا هاجر ابدئي. ربنا يوفقك. عند دكتور سعيد. صورتك فين؟ فين الصوره بتاعت هاجر؟ مصطفى، دكتور مصطفى. I'm sharing the screen. هي من عند دكتور هاجر ان هي توبن الكاميرا بس. ثانية واحدة. على مهلك خالص. معقول يا هاجر النت السيء ده يا هاجر؟ نعم؟ معقول النت السيء ده يا هاجر؟ هاتوا لا مش معقول يا دكتور وليد. يعني هحاول. يا ابني ده واخدة نت من أول الخط. واخدة نت من أول الماسورة هناك، ده احنا اللي بيجينا بعديها أصلاً. ما بيوصل بس، على ما بيوصل. طبعا بشكر اساتذتي ان انا معاكم النهارده ان شاء الله. المحاضره باذن الله يعني هتبقى تنفع ان شاء الله تطبق كلينيكال، فمش هدخل تفاصيل في الريسيرش. جميل يا هاجر، ربنا يوفقك. ابدا.
قبل بس ما اتكلم على الاو سي تي انجيوغرافي بياند ستاندرد، هتكلم سريعا عن ايه هو الستاندرد او سي تي انجيوغرافي. الصوت واطي شويه يا هاجر. صوتي واطي كده؟ حلو خلاص كده كويس كده احسن. طيب تمام تمام. هتكلم بس على شويه ترمينولوجي بحيث بس حتى لو معانا الجينيورز يبقوا عارفين انا بتكلم على ايه. يعني الاو سي تي بي سكان واحيانا بنسميه الكروس سكشنال بي سكان، وده بياخد كات سكشن في الريتنا. مجموعه الاو سي تي بي سكان مع بعضها بتكون اللي هو الاستراكشرال انفاس. بعد كده ظهرت الايرا اوف او سي تي انجيوغرافي زي ما دكتور حمدي اتكلم، بتديتكت البلاد فيسلز في الريتنال لايرز وفي الريتنال وفي الكرويدال لايرز. انا مش هتكلم على البرنسبلز ازاي هي بتديتكت الفلو، بس هتكلم على شويه ترمينولوجي. ان احنا عندنا السيجمنتيشن الستاندرد بتاعتنا سوبرفيشال وديب كابيلاري بلكسس والاوتر ريتنا والكوريوكابيلاريز. الصوت مظبوط ولا؟ تمام تمام يا هاجر كملي. تمام. جميل جدا. وده الشكل النورمال بتاعهم. السوبرفيشال بتبقى كورسبوندينج اللارج ريتنال فيسلز، الديب بتبقى شكلها سبايدر ويب، والاوتر ريتنا بتبقى فاسكولار والكوريوكابيلاريز. بدات الايرا اوف استيانجيوغرافي من 2014. بدات الكوميرشلز كلها تبدا تطور في الاو سي تي انجيوغرافي. كنا دايما بنعتمد في الاناليسز على الكواليتاتيف، بدانا دلوقتي في كوانتيتاتيف ماتريكس. بصراحه دكتور اسامه سرور دكتور احمد رشدي عملوا فيها شغل جميل ما شاء الله عليهم. في حاجات موجوده امبيدد في الماشين نفسها زي البرفيوجن دنسيتي، وفي حاجات ممكن نستخدم سوفت وير زي الام اتش جي ان احنا نحسب الفيسل دنسيتي والفراكتال دايمنشن. بدا السيجمنتيشن نفسها غير الستاندرد اربعه اللي احنا عارفينهم، يظهر بلكسس جديده زي الانترميديت كابيلاري بلكسس، ودي بصراحه دكتور اماني فوزي نشرت عليها كذا بيبر. بدانا برضو انترستد اكتر في الاو سي تي انجيو ديسك والكومباريزون مع الفيجوال فيلد. ده الاوتلاين بتاع الزايس ماشين اللي على الشمال. بدا يديتكت الكرويد، وبدانا نهتم اكتر بلايرز ثانيه زي الفيتريتنال انترفيس او بنسميها اللي هي الفي ار اي، مش عارفه اذا كان الكيرسر موضحه ولا لا. بالنسبه للكوريوكابيلرز بصراحه انا عايزه هايلايت الشغل بتاع دكتور احمد رشدي معانا في القسم، عامل شغل حلو جدا على الكوريوكابيلرز فمش هتكلم عليها بالتفصيل، ويمكن يعتبر الاكسبرت في الكوريوكابيلرز. الستاندرد برضو بتاع الاوستيان جيوغرافي كنا بدانا بالفيل 3 في 3 وده بيدي هاي ماجنيفيكيشن 6 في 6، واحيانا في ماشينز بتعمل 12 في 12. بدانا البيوند ستاندرد اللي هو الاوستيان جيوغرافي مونتاج، بدانا ناخد 5 اوستي كيوبس سنترال او ماكيولر وسوبيرو نيزل سوبيرو تمبرال انفيرو نيزل انفيرو تمبرال. الماشينز في ماشينز بدات تعمل لها اوتوماتيكلي مونتاج، بدانا نعمل اللي هو الوايد فيلد اوستيان جيوغرافي، وده كفرنج تقريبا 80 ديجري من الفندس. لو عملنا له كومباريزون بالالترا وايد فيلد فلوريسين انجيوغرافي اللي هو بيكفر من 130 ل 200 ديجري من الفندس، تقريبا بيغطي البوستيريور بول والميد بريفري، وغالبا معظم الدايابيتيك تشينجز بتبقى موجوده في الاريا دي. يعني حتى البريفرال بيبقى فيري بريفرال، حتى لو في نيو فيسلز هي ما بنقدرش نعمل لها حتى ليزر، بيبقى صعب. يعني هتكلم على الرول بتاع الاوستي انجيوغرافي في الريتنال فاسكولار ديس اوردرز دايابيتيك ريتنوباثي والفين اوكلوجن. من يعني انسايت تاني كنا بنستخدمه قبل كده في الستاندرد في ديتكشن اوف اريا اوف نون بيرفيوجن مايكرو انيوريزم الماكيولر اديما، ودكتور حمدي تفضل واتكلم على حاجات تبقى اسوشيتد مع الماكيولر ليجنز زي السي ان بي والراب والماكتل. بدانا نتكلم على دوره في البروليفيريتيف دايابيتيك ريتينوباثي، بدانا نستخدم اكتر الاو سي تي انجيو ديسك، بنستخدم كيوب على الاوبتيك نيرف في حالات صعبه قوي. حالات بيبقى فعلا صعب الديتكشن اوف نيو فيسل زي الحاله دي، ممكن افتكرها دوت اوف هامرج على الاوبتيك ديسك. في حالات بتبان كبريرتنا الهايبر ريفلكتيف ليجن فيها فلو سيجنال بنعتبره كانديكيشن للاكتيفيتي. اللاير دي اللي هي بنسميها الفيتريتنال انترفيس بناخد سيجمنتيشن ابوف اي ال ام بتديتكت اني ابنورمال بريرتنا الهايبر ريفلكتيف ماتيريال وذ فلو سيجنالز. بدأنا نستخدمه حتى في الحالات التريتد احيانا زي البيشنت ده، انا كلينيكالي ممكن اقول ان هو ما فيهوش نيو فيسل او ريجريس رغم ان الاوستيان جيوغرافي كان ستيل ديتكت بري ريتنال هايبر ريفلكتيف ماتيريال وذ فلو سيجنالز، والاوستيان جيوغرافي انفاس طبعا موضح النيو فيسل كومبلكس. استخدمناه كمان في الايرلي ديتكشن اوف ان في دي، احيانا بيبقى الفلوريسين انجيوغرافي مش كونكلوسيف وهي فعلا فيري ايرلي، ممكن نشرنا فيبر قسمنا فيها النيو فيسل از ذا ديسك انتو فور جريدز ديبندنج على الديجري بتاعه، اذا كان اتاتشنج اذا كان في الفيسيولوجيكال كاب او اليفيتد في الفيترس. استخدمناه كمان في الفولو اب مش بس في الدايجنوزيس. دي حالات تريتد بروليفريتيف اخذت انجكشن بسبب ماكيولر ديما ديفلوبد ماكيولر ايديما، لاحظنا ريجريشن هنا في البي سكان
وفي الانفاس اوستيان جيوغرافي وافت الانجكشن حصل ريكيرنس. مش معنى الريجريشن مش لازم كل بيريدنا الهايبر ريفلكتيف ماتيريال هي تبقى ديس ابير, لان في جزء منها فايبرس زي البيشن ده, يعني ده البيشن ده تريتد كان فيه هنا بيريدنا هايبر ريفلكتيف ماتيريال وفيها فيها فلو سيجنال. مع التريتمنت اختفت الفلو سيجنال بس لسه الفايبرس المت. واحيانا لو عملنا فلوريسين هيبقى ستيل فايبرس تيشو ده مدي ليك ليت ليك او ليت ستيننج, اللي هو فعلا التشخيص بتاعه بيبقى شويه صعب اذا كانت لسه في اكتيفيتي ولا لا. استخدمناه كمان في الديتكشن اوف نيو فاسكولاريزيشن elsewhere. بدانا نعمل ديسنتريشن للكيو في الاريا اللي احنا سسبكتنج الليجنز اللي فيها. هنا مثلا في الاو سي تي لقينا بري ريتنال هايبر ريفلكتيف ماتيريال, بالاوستيان جيوغرافي ذير از فلو سيجنال, في الاوستيان جيوغرافي اون فاس ذير از ابنورمال نيو فاسكولار كومبلكس. مهمه قوي في الديفرنشيشن ما بين الارم وما بين النيو فاسكولاريزيشن, ودكتور اسامه سرور برضو نشر بيبر جميله جدا عن الديفرنشيشن ما بينهم, لان احيانا في الفلوريسين زي ما احنا شايفين بيبقى فيها ليك فعلا رغم ان هي انترا ريتينال, فبرضو بنستخدم اوستيان جيوغرافي في حالات السسبكتد. بس عشان اوضح ده الاوتلاين بتاع الماشين ازاي ان احنا بنشخص, انا بختار السلاب بتاع الفيترو ريتينال انترفيس, ببدا اطلع بالسلاب لحد الابنورمال ريتينال هايبر ريفلكتيف ماتيريال, بعمل ايفالويشن للبلوت فلو, بعمل ايفالويشن للسيجمنتيشن اذا كانت مظبوطه ولا لا. دي الفيترو ريتينال انترفيس, ودي بعد كده بقيه اللايرز الديب والاوتر ريتنا والكوري كابيلاريز, ودي الكالر كودد. بس بوضح شكل الاوتلاينز بحيث الناس تقدر تستخدم يبقى ابليكابل في الاستخدام. مش كل بري ريتينال هايبر ريفلكتيف ماتيريال تعتبر نيو فاسل, احيانا بتبقى كونفيوزد مع الهيموريدج. في الحاله دي الهيموريدج بنلاقي فيه ما فيش فلو تقريبا, في باك شادو, ولو بصينا على الانفاس في كورسبوندنج للاريا الدارك بعكس النيو فاسل اللي هي كورسبوندنج هنا بتبقى في ابنورمال كومبلكس. كانت واحده من الليميتيشن الفيلد بتاعه ان انا ما بقدرش ديتكت كل نيو فاسلز. بدانا ننشر ونشتغل على الوايت فيلد او سي تي اند جيوغرافي, استخدمناه في ديتكشن اوف ذا نيو فاسلز ات ذا ديسك ونيو فاسلز elsewhere, واستخدمناه في الديتكشن اوف اريا اوف نون بيرفيوجن. حقيقه كان فيري كومبارابل للوايت فيلد فلوريسين اند جيوغرافي. نيو فاسلز الليكنج هنا هي نفس الموجود على الابر اركيد. هعرض شويه حالات سريعه اوضح استخدامه بس, يعني ده يونج بيشنت وجاي بريفيرد على انه بروليفريتيف عنده نيدل فوبيا. انا عارف طبعا موضوع نيدل فوبيا ده مش موجود في مصر, بس يعني اضطرينا نعمل له وايت فيلد اوستيان جيوغرافي انستد فلوريسين قبل ما نبدا التريتمنت. الحاله الثانيه دي 55 years old male type 2 diabetes referred as bilateral severe non proliferative. الفلوريسين انجيوغرافي بتاعه شو مايكرو انيوريزم ماكيولر ليجن الايرلي فريمز والليت فريمز ذير از ليت ليك. بصراحه مش اكسبلايند بالاو سي تي, يعني انا كنت متوقع ان انا الاقي ماكيولر ايديما في الاو سي تي كورسبوندنج للليت ليك. اخذنا يعني كذا كات سيكشن لان ان في بري ريتينال هايبر ريفلكتيف ليجن موجوده في الفوبيا, ودي كانت فوبيا نيو فاسل وهي فيري رير, والحقيقه هي كانت الاونلي بروليفريتيف تشينج في البيشنت ده, وبدانا نعالج على الاساس ده. استخدمناه كتير في الحالات البريجننت, ما بنعملش هنا فلوريسين في الحالات البريجننت. دي بيشنت بريجننت بريزنتد باي نون بروليفريتيف جيرينج البريجننسي بروجريس تو ديفلوب ذا نيو فاسل ات ذا ديسك ايفن بوست بارتم البيشنت ستيل بروجريسنج. بنشوف شكل البروجريشن بتاعها. العين الشمال بتاعتها كانت نون بروليفريتيف جيرينج البريجننسي وبوست بارتم ديفلوب ذا نيو فاسل. ومن ضمن الاستاذ اللي اتعملت من 81% من الحالات اللي بتديفلوب بي دي ار جيرينج البريجننسي continue to progress postpartum. دي حاله ثانيه كانت pregnant و referred ان هي moderate non proliferative. الوايت فيلد او سي تي انجيوغرافي برضه detect abnormal new vessels, هي tiny صعب ان هي تبقى detectable clinically. وفي الاو سي تي انجيوغرافي as well there is pre-retinal hyperreflective material very tiny corresponding abnormal vessels دي. فالguidelines في اليو كي حقيقه ان احنا الحالات اللي هي pregnant و diabetic ان احنا نعالجها as early as possible. هعرض كيس سريعة برضو ان دي 64 years old female with type 1 diabetes عندها chronic myeloid leukemia, best corrected vision 6-5 bilateral, هي referred for screening. ده الكالر فندس فوتو بتاعها زي ما شايفين في pre-retinal hemorrhage fibrous membrane looping, ممكن الصورة مش واضحة عملها magnification. عملنا لها فلوريسين انجيوغرافي early flame or late flame بتاعت right eye feel late leak. احنا توقعنا بصراحة new vessels وكنا خلاص نعالج البيشنت ونلف اي نفس الكلام,
بس كانت المشكله طب ليه النيو فيسلز ديفلوب احنا مش لاقيين اسكيميا، يعني مفيش ايفيدنس اسكيميا في البيشنت. عملنا او سي تي سكانز برضه ستيل سسبكتنج ده بري ريتنال ممبرين ولا ده نيو فيسلز بري ريتنال هايبر ريفلكتيف ليجن. الاو سي تي انجيوجرافي كان لحد ما موضح الموضوع شويه ان دي تلانجكتاتيف فيسلز ودي مجرد تراكشن على الفيسلز. انا متوقعه لو البيشنت دي كانت اخذت ليزر كانت هتبليد جامد. تاني حاجه استخدمناه فيها يعني لو في اسئله او حاجه واضحه ولا اكمل؟ لا كله تمام يا هاجر، بس هو الوقت بس الوقت ماشي. اوكي اوكي تمام. استخدمناه في الفين اوكلوجن في الديتكشن اوف اسكيميا، في الديتكشن اوف نيو فاسلز زي برولكت دايبت كريتينوباثي. في نوع من النيو فاسلز في الفين اوكلوجن بيبقى فيري ديفيكلت تو بي ديتكتد كلينيكالي از ويل باي ذا فلوريسين دي انوجولار فيسل، وبيبقى عالم بيبقى يعني along the large vessels. فبيبقى فعلا في الفلوريسين انجيوغرافي بيبقى very similar للبري فاسكولار ليكج، صعب انه يبقى ديتكتد. استخدمناه في اليوفيتس حاره كيس سريعه لو حد عايز يشير رايه فيها. 37 years old male presented blurry vision for one day tinnitus patchy hair loss oral thrush examination right eye sex 5 left sex 36 كان في cells وكان في vitritis hard and color fungus photo. بصراحه احنا اول ما شفناه شفنا البيل اريا، توقع ممكن يكون ارن ممكن يكون هروده. عملنا او سي تي سكان مش كورسبوندنج مع الريتينال ليجن، مفيش وايتنينج في الريتنا بالعكس هو الليجنز كلها سب ريتينال او ار بي اي. عملنا الفلوريسين والاي سي جي في اسكيميا. بصراحه اللي كان كونكلوسيف قوي الاو سي تي انجيوجرافي، وكان دي كورويدال انفاركشن والبيشنت طلع بوزيتيف فور سيفلس وكان ضمن اسباب الكورويدال انفاركشن. استخدمناه في البيرت شوت كوري روتينوباثي وكان فيري كومبارابل للاي سي جي، بنلاقي دارك ارياز موجوده في الكرويد سلاب، مش يعني دي برضو من اللايرز الجديده اللي مش موجوده في ماشينز كتير، موجوده في البلاكس اليت لان هو سويبت سورس. بتبقى كورسبوندنج للاريا اوف هايبر فيوجن اللي موجوده في الكرويدال فيسلز. ان كونكلوجن احنا عندنا هنا في لندن جوه المشهور قوي every journey matter في الترانسبورتيشن، بقول برضو every journey في الدايجنوستيك بتاع البيشنت matter. يعني ممكن نعمل كذا انفستيجيشن لحد ما نوصل للدايجنوستيك. الاو سي تي انجيوجرافي دلوقتي بقى رابيدلي ايفولفينج، الناس كلها بدات تعرف تقرا او سي تي انجيوجرافي بقى مور ابليكابل. بدل مايند ذا جاب مايند ذا ارتيفاكت ستيل ذير از ارتيفاكت في الاو سي تي انجيوجرافي، محتاج ان احنا نركز في قرايته. ان الوايت فيلد او سي تي انجيوجرافي ويل تشينج ذا جيم. احب اشكر اساتذتي ومشرفيني دكتور محمد دكتور سعيد دكتور مجدي والتيم اللي شغاله معاه في مورفيلد بيرس على راسهم وكون ودون. وشكرا لو حد عنده سؤال. تمام ممتاز جدا. طبعا هو الابهار في اللي انت عاملاه جوده التصوير، وبعدين بسالك هل انت فعلا كل العيين بينفعوا يتصوروا بالجوده والكفاءه دي وتقدر تعملي ال 3 او ال 9 بتاخدي كام لقطه قلتي؟ 6 بتاخدوا 5 دكتور سعيد. البروسيسنج هو اللي بياخد وقت. لا سيبك من لا انت بتقدري تاخدي العين يبص فوق ويبص تحت وتاخدي السكانز عاديه بتاعه الاوستي انجيو؟ بصراحه سهل وبياخد وقت، ويعني احنا اصل احنا بنشتغل هنا بنلاقي فيه صعوبه جامده جدا في الفيكسيشن بتاع العيان وبتطلع السيجمنتيشن مش مظبوط يعني كده. انا عملته في بيشنت كمان 6 وحضرتك شايف درجه الاسكيميا عامله ازاي يعني. هو لا 6 ده معاك ده يبقى معاك كوبراتيف جدا، وعشان كده صورك كلها طالعه تحفه. بس بسالك سؤال، هو اللي انت بتشوفيه والاسكيميا والحاجات دي كلها بالاو سي تي انشو الاضافه ايه؟ يعني الاضافه ايه في التريتمنت عن الفلورسين؟ احنا بصراحه يعني في حتى في الشغل بتاعنا استخدمناه اكتر في الديتكشن بتاع نيو فاسل في معظم الحالات اكتر من الاسكيميا. الاسكيميا كده كده هي كومبارابل للفلورسين، يعني ما استخدمناهوش كتير قوي في الايفالويشن او الكوانتيتيف ايفالويشن بتاع الاسكيميا، بس استخدمناه اكتر في الايرلي ديتكشن وفي الفولو اب بتاع حالات النيو فاسكولاريزيشن. حالات كتير قوي بتبقى متشخصه نون بروليفريتيف والفلوريسين مش كونكلوسيف، لان ساعات ما بيقدرش يفرق بين الايرما والنيو فاسل وبيتشخص بالفلوريسين بالاو سي تي انجيوجرافي. يعني هما هناك الايم بتاع الليزر تريتمنت بيعتمد اساسا على الاسكيميا الريسك اوف اسكيميا ولا وجود ان في ايز؟ وجود النيو فاسل بس يعني حتى لو ما فيش ان في ايز وفي اسكيميا ماسك ما بنعالجش ما بنعالجش. لا تمام كده هاجر ربنا يكرمك شكرا جزيلا. في سؤال لحضرتك يا دكتور هاجر، وات واز ذا كوز اوف كرويدال انفاركشن؟ البيشنت ده تشخص باللاب ان هو سيفلس، وده من ضمن الحاجات اللي بتعمل هي جرانيولوميتس انفلاميشن بتعمل كرويدال انفاركشن، يعني البيشنت ده انفكشن.
تمام. دلوقتي المفروض شكرا يا دكتوره هاجر وتسلمي، وحاجه جميله وفخر لينا وجودك بره، وربنا يوفقك ان شاء الله. وطبعا كويس ان انت بتشكري زمايلك اللي كانوا معاكي احمد رشدي واسامه، وده شيء جميل منك جدا، ربنا يوفقك ان شاء الله. دلوقتي معانا الدكتور طارق عيد، اتفضل دكتور طارق، هيتكلم عن الريسنت ادفانسز ان جلوكوما دايجنوستس دايجنوستيك ورك اب. اتفضل دكتور طارق. شكرا يا دكتور سعيد. معلش اقول بس ملحوظه صغيره، هو المفروض بعديك الدكتوره وسام، هي الحقيقه معتذر هتتكلم في الاخر لان يظهر هيكرموها النهارده، معرفش على ايه بس هيتكرم النهارده، قلت لها عشان يصدقك تجيب اي صور للتكريم او حتى اي حته تورت او حاجه من اللي بتتاكل، فهي هتتكلم بعديك بقى بس في الاخر خالص. فاتفضل يا دكتور طارق. ان شاء الله. اوكي انا ابتدي جاهز دلوقتي. اتفضل يا حبيبي. ماشي. احنا هنتكلم النهارده على ريسنت ادفانسز في الجلوكوما دايجنوستيك ورك اب، وصراحه يعني موضوع يمكن طبعا طويل شويه عشان تجميعه لحاجات كتير. بنتكلم على ثلاثة arms actually في diagnostic workup، يا إما إن أنا أعمل diagnosis لجلوكوما في الكلينيك وأنا قاعد في العيادة بتاعتي وده المين تاسك، يا إما إن أنا هعمل diagnosis و community screening programs لل high risk populations، وبعد كده العيان بتاع جلوكوما ده نفسه أنا محتاج إن أنا أعمل له monitoring لل progression of جلوكوما. فلما هاجي اتكلم بعد كده على اول حاجه الدايجنوستس اوف جلوكوما ان ذا كلينيك، وده اللي هو المين تاسك واللي هي ايه اكتر حاجه يعني هتبقى فيها الكلام ده، تقريبا تجميعه لكل الدايجنوستيك ورك اب في جلوكوما. ولو شفنا هنلاقي ان احنا عندنا يمكن حوالي 8 ايتمز بنحب ان احنا نعمل لهم سيرفي: الانتراوكولار بريشر، الاوبتيك ديسك، الانجل، الفيجوال فيلد، الاو سي تي في النير فايبر لاير وفي الماكولا، النيورال باث واي، الكورنيا، وفي عندنا كمان الاوبتيك نيرف هيد بلاد فلو. طبعا صوت راح طارق. دكتور طارق ايوه سمعني كده احسن. انت كنت قافل الصوت كده حلو قوي. اوكي تمام. فاحنا هنتكلم بقى جراديوال كده. نبقى اول حاجه على ايه هي الادفانسز في الانتراوكولار بريشر، وانا بتكلم دايما هقول الدياجنوستيك اليمنت ايه البيزك او التراديشنال اللي احنا بنستخدمه وايه النيو تكنيكس اللي احنا ديفلوبنج معانا. فاحنا عندنا الادفانسز في الانتراوكولار بريشر بيقيسه دايما بالشوت ترومتر او بالابلانيشن جولدمان ابلانيشن ترومتر والروتين بتاعنا، معظمنا برضو فاميليار بالتونوبين وكذلك بالاير باف ترومتر اللي هو بقى دلوقتي مور بوبولار وموجود في عند مراكز كتير. الانتراوكولار بريشر دلوقتي عشان اعمل له ادفانسمنت في الميجرمنت بقيت احط كورنيال كونسيدر الكورنيال بايوميكانكس. بمعنى ايه؟ طبعا في الايرا بتاع الريفراكتيف سيرجري بدا يبقى عندي تشينجز في الكورنيا، وعشان كده ظهر لنا الديناميك كونتور تونومتر اللي هو الباسكال تونومتري، او ظهر لنا كمان الاوكولار ريسبونس انالايزر اللي حط في الكونسيدريشن الكورنيال هيستريسيز وبيقيس لنا الانتراوكولار بريشر بيزد على الكورنيا افكت، او عندنا كمان اللي هو الريباوند تونومتر اللي هو بيشتغل بالريباوند ريبالشن بتاع الايه الكورنيال افكت. ده يمكن فيديو صغير على التكنيك بتاعته وده سيمبل ومش محتاج حتى لوكال انستيزي. طيب الحاجه الثانيه في الميجرمنت بتاع الانتراوكولار بريشر ان انا عايز اشوف التشينجز اللي هي فيسيولوجيكال تشينجز على مدار اليوم اللي هو الدايورنال كيرف او الفيزنج بتاع الانتراوكولار بريشر. عشان كده بدا يظهر لنا حاجه زي الهومد اي تونومتري، برده اللي هو الاي كير تونومتر ريباوند تونومتر، اتعمل في صوره ان هو ممكن المريض نفسه يستخدمه وياخده معاه في البيت يقيس البريشر بتاعه على مدار ال 24 ساعه ويتخزن في ميموري ديسك، بياخدها الدكتور بعد كده وينزلها عشان يعرف الكيرف بتاع الايه البريشر على مدار اليوم. في عندنا حاجات تانية يمكن شويه انفستيجيشنال زي تريجر فيش كونتاكت لينس، وبيحطها بتعمل سنسيتيف للتشينجز في الريديوس اوف كيرفتشر بتاع الكورنيا. في عندنا كمان الاي ميت، ده الاي ميت ده جهاز بيتركب مع حالات الحالات الفيكو، بيتحط في السيليار سالكس وهو بيبقى فيه فليكسيبل بليت سنسيتيف لاي تشينجز في البريشر انسايد ذا اي. ده الادفانسز اللي موجوده في الانتراوكولار بريشر. نيجي للحاجه الثانيه اللي بعد كده، الادفانسز اللي موجوده يمكن السكرين
الادفانسز في الانتيريور تشامبر انجل اكزامينيشن. لو اتكلمنا على في الانتيريور تشامبر انجل التراديشنال بتاع الانتيريور تشامبر انجل احنا بنشوف بالدايركت او الاندايركت جونيوسكوبي لينسز. بنشوف ايه؟ بنشوف الانجل وبنشوف الديتيلز بتاعت الانجل عشان نقدر نقول الانجل مقفوله او مفتوحه. نقدر نشوف الاناتومي الشوالبس لاين ترابيكولار مشوار سكليرال سبير. بنشوف السيري بودي باند ده كلنا نقدر نبص على الحاجات دي ونقدر نقول الانجل بتاعتنا اوبن او كلوزد حسب الاستراكشرز اللي موجوده. بس ستيل ان الموضوع ده ديفيكلت سبجكتيف وكذلك مش كل الناس بتقدر تعمل اكزامينشن للانجل وحتى اللي بيقدر يعمل مش دايما بيعمل. فعشان كده بدانا نفكر في اوبجكتيف تكنيكس فور اكزامينينج ذا انجل. الاوبجكتيف تكنيكس زي الالترا ساوند باي ميكروسكوبي. الالترا ساوند باي ميكروسكوبي زي ما احنا شايفين هنا ده جهاز موجود والمريض بيبقى نايم وفي ساكشن كاب في فلويد والبروب بيتحط على عين العيان وبيديني صوره بهذا الشكل لكل الايه الانتيريور سيجمنت اوف ذا اي لغايه يمكن الانتيريور سوبرا كورويد. بيقدر يعمل لي اوبجكتيف اسسمنت للانجل. اللي يمكن كمان مور ايزير عنه الريسنتلي انتروديوس دلوقتي الانتيريور سيجمنت اوبتيكال كوهيرنس توموغرافي او اللي هو الانتيريور سيجمنت او سي تي. وده جيننج مور بوبولاريتي بما ان الاو سي تي بقى مشهور معانا في الريتنا وفي الجلوكوما وبقى كذلك في الانتيريور سيجمنت. فالانتيريور سيجمنت او سي تي المريض بيبقى قاعد ومجرد انها سيمبل صوره ما فيش حاجه بتتحط على عينه ما فيش انفيزيفنس وبيديني صوره للانتيريور سيجمنت وبقدر احدد السكلير سبير زي ما انا شايف هنا وبعدين اطلع كل البارامترز دي اشوف الانتيريور تشامبر ويدث اشوف الانتيريور تشامبر ديبث اشوف اللينس فولت بشوف الايرس ثيكنس بشوف الانجل اوبننج ديستانس بشوف الريسس بشوف الاريا اوف كونتاكت بتوين ذا ايرس اند ذا لينس. فقدر الانتيريور سيجمنت او سي تي يديني هايلي اوبجكتيف اسسمنت ومنه قدرت حتى اعمل كوانتيفيكيشن واقدر اطلع اذا كانت الانجل بتاعتي وايدلي اوبن زي دي او اوبن انجل او نارو انجل او ايفن كلوزد انجل. فقدرت ان انا اقدر اطلع ريبورت معقول او اديه للاوبسالمولوجيست اقول له والله الجلوكوما بيشن بتاعك يا اما هاز اوبن انجل او نارو انجل او كلوزد انجل. ايفن الانتيريور سيجمنت او سي تي ممكن يديني فكره عن الباثوفيسيولوجي. لو كان الكلوجر اكتر نتيجه جريتر اير ثيكنس ولا اكتر نتيجه لينس فولت لان كل ده هيفرق معايا في الميكانيزم وهيفرق معايا في المانجمنت. ده بالنسبه للايه للانجل. طب بالنسبه للاوبتيك نيرف هيد والنيرف والريتينال نيرف فايبر لاير التراديشنال برضو التراديشنال اكزامينشن يا اما الاوفثالموسكوبي او البايوميكروسكوبي او فوتوغرافي بالستيريوسكوبي او البلاك اند وايت. لكن الروتين اكزامينشن بتاعنا يا اما ب الليزر سكانينج اوفثالموسكوبي اللي هو الاتش ار تي او بالاو سي تي اللي هو موركم حاليا. طيب تعال نتكلم ونقول ادي الاتش ار تي اللي هو الهايدلبرج ريتنا توموجراف بيعمل لنا ايه؟ ده مين اللي بيشوف الاكزامينشن الاوبتيك ديسك. واحب ان احنا نقدر نقرا الريبورت بتاعه. بنشوف في الريبورت بتاعه الثيكنس ماب بنشوف الديفيشن ماب بنشوف الفيرتيكال والهوريزونتال كاب ديبث بنشوف النيرف فايبر لاير والدبل كونتور او الدبل هامب كونتور بتاعها. عندنا النيوميريكال بارامترز تقدر تدينا نمبرز بقى ديسك اريا قد ايه الكاب اريا قد ايه الكاب فوليوم الكاب ديبث كل الحاجات دي. وبعدين بنشوف كمان الكاب والريم in relation at each quadrant. وبعد كده يمكن احنا في مور فيلد بيدينا اذا كان within normal limits ولا اذا كان outside normal limits. ده بالنسبة للـ HRT. طيب الـ OCT اللي هو even more popular حاليا عندنا في اكتر نوعين مشهورين السيرس OCT الـ spectral domain او الـ swept source OCT. والـ analysis report برضو احب الناس كلها تحب تبقى oriented بالـ analysis report بتاعها. عندي اما بشوف البيشنز داتا بشوف الايمج داتا. مهم قوي ان انا اشوف الايمج كواليتي زي هنا 7/10 او هنا 80%. وبعدين بشوف بعد كده برضو الثيكنس ماب واشوف بعد كده الديفيجن ماب بشوف الريم كونتور وبشوف النيرف فايبر لير كونتور بشوف الكوادرنتس في كل واحده بشوف برضو الكاب هوريزونتال وفيرتيكال وبعدين بشوف النيوميريكال بارامترز. كل ده بشوفه في سواء في الاوسي السيرس او السويبت سورس او سي تي. ده بالنسبه للايه الروتين اكزامينشن للاوبتيك نيرف هيد. الريسنتلي بقى بقينا بنتكلم على الاو سي تي ماكولا في الجلوكوما. الاو سي تي ماكولا في الجلوكوما بتشوف حاجه اسمها الجانجليون سيل كومبلكس. والجانجليون سيل كومبلكس دي بتشمل النيرف فايبر لاير مع الجانجليون سيل لاير مع الانر بليكس فورم لاير. ليه بتكلم على الجانجليون سيل كومبلكس؟
لان الجانجلين سيلز اللي هي اساسا الجلوكوما از ديزيز اوف ذا جانجلين سيلز. الجانجلين سيلز في المنطقه بتاعت الماكولا حوالي 7 لايرز. وادي عيان اهو ده نورمال بيشنت وادي الجانجلين سيكنس بتاعه وده بص العيان الجلوكومتس وقد ايه الجانجلين سيل كومبلكس بتاعه قليل. فده بدانا ناخد بالنا ان الجانجلين سيلز افكتد ايرلي ان جلوكوما وبدانا نبص على الجانجلين سيل ريبورت. وده اكزامبل ادي مريض لي او سي تي الاوبت فيو وادي نورمال جانجلين سيل لاير كلها ما فيهاش اي ثيكنس اريا. لكن تعال نبص للمريض ده الجانجلين سيل بتاعته بقى فيها اريا اوف لوكالايزد ثيننج هنا موجوده. تعال نبص للمريض ده another patient area of more affected or more affected area with thinning. تعال نبص another patient هنا severely affected or diffusely affected thinning للganglion cell layer أو الganglion cell complex في العيان. فبدأ الganglion cell complex gaining more importance في الجلوكوما. ايه هي النيو ادفانسز في الاو سي تي ايمجينج في الجلوكوما؟ عندنا حاجه اسمها الادابتيف اوبتكس. والادابتيف اوبتكس صراحه اهميتها انها بتعمل انهانسمنت للريزوليوشن بتاع الفيجواليزيشن. وعشان كده بدانا نشوف ديتيلز للنيرف فايبر لايرز اتسلف والنيرف فايبر باندلز. بقينا نشوف الباندلز بتاعت النيرف فايبر وجواها النيرف فايبرز اتسلف باي اتسلف زي ما احنا شايفين كده. ده ادفانس في التكنولوجي. نقدر كمان ان احنا نوصل نشوف الفوتو ريسبتورز والريتينال بيجمنت ابيثيليال سيلز. يمكن احنا بنتطلع ان احنا نقدر نشوف الجانجلين سيلز اتسلف ونقدر نعمل كاونتنج الجانجلين سيلز في الجلوكوما. ده هيبقى فعلا بريك ثرو ان احنا نقدر نعمل ايرلي ديتكشن اوف جانجلين سيل لوس. اللامنك ريبروزا في الجلوكوما بدات برضو بالادابت اوبتكس تختلف تماما. ادي عيان في النورمال او سي تي وادي عيان في سويبت سورس او سي تي ومعاه ادابتيف اوبتكس. بدأنا نشوف اللامينك ريبروزا ونقدر نحددها ونقدر نعرف الانتيرور وإلى حد ما البوستيرور بوردرز بتاعت اللامينك ريبروزا. ده أكتر من كده كمان بدأنا إن احنا نشوف اللوكالايزد ديفكتس اللي موجودة في اللامينك ريبروزا. ولو خدنا كورونال سيكشن نقدر نشوف إن فيه فول ثيكنس ديفكت زي اللي احنا شايفينه هنا. ده موجود ونقدر نطلعه بالأو سي تي وذ أدابتيف أوبتكس. الاوستي انجيوغرافي سمعنا كلام كتير من الدكتور حمدي والدكتور هاجر يعني مش محتاج ان احنا نعمل ستريس عليه، لكن برضو الاو سي تي هاز ادفانتج وفي الجلوكوما. نتكلم بعد كده على الفيجوال فيلد تيستينج. الوقت يا طارق والنبي حاضر. انا ان شاء الله الفيجوال كلام تحفه وجميل جدا بس الوقت والنبي ده بس جميل جدا. الفيجوال فيلد التراديشنال برضو فيجوال فيلد اكزامينشن اللي هو الاوتوميتد ستاتيك بريمتري ادي نورمال فيجوال فيلد. تعال بعد كده نشوف عيان مثلا عنده generalized depression of sensitivity. تعال بعد كده نشوف عيان عنده paracentral scotoma. ادي العيان عنده nasal defect وادي عيان تاني بقى عنده upper arc with defect. another advanced بقى upper arc with lower arc بقينا بنتكلم على annular scotoma. بعد كده بقى more advanced defect وبيتكلم على tubular defect. ده traditional field changes. طب العيان اللي عنده tubular defect ده نقدر نعمل له حاجه؟ نقدر نعمل له central 10 degree program. يعني اعمل له اكزامينشن دلوقتي بالسنترال 10 ديجري بس اللي هو الميكروبروجرام. طب افرض ما قدرتش اعمل له ده كمان مش شايف كويس بيه، اقدر اعمل له بالكاينيتيك بريمتري بسايز 5 سايز 5. طب افرض حتى ده مش قادر يشوفه لو كان عيان عنده فيجن 50 سم ولا 1 كاونتنج فينجر، اعمل له الكونفرونتيشن ميثود. طب ايه بقى الجديد في الفيجوال فيلد تيستينج الموست ادفانسد دلوقتي؟ عندي المايكرو بريمتري او المايكرو بريمتري اللي هو بنسميه الفاندس تراكت بريمتري. ده بيبقى يوسفل للعيانين اللي هم عندهم فيكسيشن لوس وده مينلي العيانين بتوع الماكيولار ديجنريشنز. ليه؟ لان انا بركب كاميرا ايمجنج سيستم للريتنا مع الفيجوال فيلد بحيث ان انا بشوف النقطه اللي انا رايح انزل عليها عشان اعملها ستيميوليشن ويبقى معايا اي تراكر عشان يقدر يحدد لي دي. صراحه المايكرو بيرميتر دلوقتي مينلي بيشتغل على السنترال 10 ديجري وهو مينلي بيشتغل للماكيولار ديجنريشنز، لكن قدرنا دلوقتي ان احنا نلاقي ان هو يشتغل على السيرت ديجري بحيث ان احنا نوسع السكوب بتاعه. في عندنا البيوبل بيريمتري ده بقى ايه برضه اوبجكتيف اكزامينشن للفيجوال فيلد. بمعنى ايه؟ مشكله الفيجوال فيلد ان هو سبجكتيف. انا بقى عندي البيوبل ان انا اعمل لها انفراريد بيبلوجرافي اقدر اشوف البيوبل تشينجز او البيوبل كونتراكشنز مع كل ستيمولس بينزل على الريتنا. بمعنى العيان اذا شافه وما استجابش، لكن لو البيوبل حصل لها كونتراكشن باذن العيان ده شايفه. ودي جميله جدا في انها تفرق لي العيان اللي عنده فانكشنال فيجوال لوس.
في الايه في الفيجوال فيلد بتاعه. اللي بعد كده الاخيره الهوم بيزد بيرمتري. العيان بتاع الهوم بيزد بيرمتري او البورتابل فيجوال فيلد تيستينج، خلينا الفيجوال فيلد سيمبل في سمارت فون وانت ماسك الايفون بتاعك او ماسك تابلت او او لابتوب، اقدر اعمل فيجوال فيلد تيستينج، وده مهم جدا في الكوميونتي بيزد سكريننج للهاي ريسك جلوكوما بيشنتس. وده الفائده الكبيره بتاعت الايه الفيجوال فيلد تيستينج. انا يمكن عندي تو سلايدز على الباقيين يا دكتور سعيد. هو انا انت وعدت الوقت، بس هو كلامك حلو جدا وسلايدز شيقه جدا، كل قولهم بسرعه يا طارق. ربنا يكرمك يا دكتور سعيد. انا عندي سلايد واحده على الجلوكوما سكريننج، ان كانت مشكله السكريننج في الجلوكوما هي مشكله المشاكل، انها فيري كوستي ومحتاج ان انا احضر مكان واشيل اجهزه واشيل فيجوال فيلد واشيل او سي تي والكلام ده كله. لا دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها ايه simplicity portable testing devices، بقى عندي portable IOB measure، بقى portable gonio photography، بقى portable smartphone desk photo tablet او smartphone perimetry. الحاجات دي كلها باخدها وامجي مدخلها في حاجه اللي هو artificial intelligence اللي كان المفروض هتكلمنا عليه دكتوره وسام. artificial intelligence ده عباره عن computer aided diagnosis، بيعمل لي processing لكل الصور دي ويدخلها لي مع بعض ويعمل لها segmentations، وبعدين يديني ريبورت. الريبورت ده بقدر ان انا انقله بالتلي ميديسن بالانترنت بالاي كلاود، اوديه لي اوفثالميك سنترز فور ريل تايم سكريننج. اصبحت العمليه بتاعت السكريننج ايزي وسهله، ما عادتش مشكله زي زمان. اخر حاجه اللي هو طارق المنفر. انت كده طارق انت هتحرق شغلي. انا كده خلصت يا بيه. خليك جدع. لا خلاص. المونيتورنج عباره عن فيجوال اوبتيك نيرف هيد بروجريشن وفيجوال فيلد بروجريشن. ده بس ايه مجرد تو سلايدز دول مش اكتر من كده. خلاص ادي جلوكوما بروجريشن في الفيجوال فيلد والاو اس تي وهم اوريدي اتكلمنا عليهم. يبقى ده كده بس ايه الثلاثه ارمز بتاعه الايه الدياجنوستيك ورك اب. ان انا عندي عملت اكزامينشن للعيان بتاع الجلوكوما في الكلينيك، عملت له كوميونيتي سكريننج، وبعدين عملت بروجريشن لمونيتورنج للبروجريشن. وشكرا واعتذر عن الاطاله. لا جميل جدا يا طارق وسلايدز متميزه جدا وديمونستريتيف، ودايما عادتك متميز ان شاء الله. دلوقتي هيتكلم الاستاذ دكتور اشرف الدسوقي على سيمبل واي تو انتربريت فايندنجز ان ام ار اي. والنبي يا جماعه الوقت عشان خاطر الزملاء اللي هم هيبقوا في الاخر ما ينضروش. اتفضل يا دكتور اشرف. دكتور اشرف جاهز؟ سمعنا دكتور اشرف؟ تمام كده سعيد. ماشي حبيبي اتفضل. كده تمام قوي. اعمل بقى الشير سكرين والشغل اللي هو اللي انت عارفه بقى. لا لا انا الحين هتكلم على استخدام الاي في الاوكرا ديزيزز، مش الاوبتال ومش النيو اوفثالمولوجي. الخلفيه الاساسيه ان انا اشتغل على الموضوع ده، كان بيجي لنا حالات كتير قوي زي حالات المالينت ميلانوما او ديكويد اللي هي نوت كونفيرمد في الدياجنوز بتاعها، او حالات الريتينوبلاستوما اللي هي ما وصلناش لفاينل دياجنوز. فكان بيجي لي سؤال كأونكولوجيست يقول لي انا عايز حاجه تكونفيرم الدياجنوز بتاعي او تكسكلود الدياجنوز بتاعي. يمكن الحاجه اللي لقيتها ممكن تجاوب لي على السؤال ده حالات كتير قوي، لقينا ان الام ار اي ممكن يديني اجابه على حالات كتير قوي بنشوفها في الاونكولوجي بتاعت عليه. الاولى الام ار اي في النيو اوبثالمولوجي في الاوبتال ديسوردرز، ده معروف لنا كلنا. In this presentation, I will try to illustrate the value of MRI in the diagnosis of ocular disorders and to simplify how to interpret the data obtained from the MRI. MRI examination of the eye for orbit begins in the scanning of the three planes, axial, coronal, and sagittal. Each plane begins six slices, بتاخد للأوبس من قدام لورا أو من فوق لتحت. أو الدايركشن بتاعه. المهم بيجي لي في الثلاثة بلينز بيجي لي 6 سلايسز، كل سلايس السيكنس بتاعه بيتراوح من 1.5 إلى 3 ملي. ميزة الثلاثة بلينز بتوع الـ MRI بالنسبة للـ Eye Disorders إن أنا بتقدر تديني accurate localization of lesions, accurate determination في الـ relation بتاعة الـ lesion special structures and الـ relation بتاع mass للـ optic nerve أو الـ optic disc أو الـ relation بتاعة الـ mass للـ macula أو الـ relation للـ ciliary body. الحاجة الثالثة accurate estimation of the lesion size، ممكن أقدر lesion size قد إيه بالظبط. الحاجة الأخيرة الشيب بتاع الليجن، يعني ممكن أقول إن هو دوم شيبد أو كولر ستاب، وده طبعا في الآخر بيساعدني أكتر في الدياجنوزس بتاع الحالة.
لو انا عملت الام ار اي في الثلاثه برينز انا ممكن اقول على الليجن اللي موجود قدامي ان انا عندي مشروم شيبد ليجن اللي هو تمبر في السايد بتاعه، الماكولا بتاعته الماكولا انفولفد، الدايمنشنز بتاعته 15 ملي هايت في 14 ملي السكلير ارك بتاع الليجن، ومعاه سكندري ريتنال ديتاتشمنت زي ما احنا شايفين في الصوره الاخرانيه دي الماس اللي هي موجوده اللي هي الكولر ستاد والريتنا ديتاتشمنت حواليها. الام ار اي بيجي تو مين بارس اللي هو تي 1 والتي 2. تي 1 بيجي لي التيشوز اوف ذا هاير ووتر كونتنت، بتجي لي الاكوس والفيتريس او اللي هي الاي بول بيجي لي لونها اسود. في التي 2 بيجي لي التيشوز اللي هي فيها هاي ووتر كونتنت، بيجي لي الاي بول اللي هي الاكوس والفيتريس بيجي لي لونهم ابيض. كلمه ان دول التو مين سيكونسز بالنسبه لنا ان دول بيجي لي في اي ستادي بتاعت ام اي للاي والاوربت، بيقول لي دول بيقول لي في الاستادي بتاعتي مش محتاج ان انا اطلبهم. طيب بستفيد بيهم ازاي؟ اول حاجه بنعمل حاجه بسيطه، بنعمل حاجه بسيطه قوي بتحدد لي الاستفاده بتاعتي بالتيشوز. الباترن اللي طالع لي في تي 1 في تي 2 شكل ايه؟ هنشوف مثلا اللي انا عايز اقوله. لو انا خدت الام ار اي بتاع حاله فيها ريتينوبلاستوما هلاقي ان الشادو بتاع الريتينوبلاستوما في الاي في تي 1 مشابه للبريم، وفي تي تي في تي 2 برضه الشادو بتاع الماس اللي هي موجوده جوه الاي مشابه للبريم. معنى كده ان انا عندي تيشو مشابه جدا للتيشو بتاع البريم، ودي من ضمن الكريتيريا بتاعت الريتينوبلاستوما، وطبعا دي بتساعدني في الدايجنوز. هناخد مثال تاني، لو انا جيت لقيت عندي ليجن موجود في الاي الكريتيريا بتاعته مشابهه للفيترس، يعني انا بصيت لقيت هنا الاقي عندي الماس اللي موجوده دي مشابهه قوي للشادو بتاع الفيترس اللي موجود في تي 1، ولو بصيت على تي 2 هلاقي برضه ان هي مشابهه للتي 2. معنى كده ان انا عندي الكولكشن الموجود ده اهو مشابه قوي للفيترس. الكريتيريا دي طبعا انا بلاقيها فين؟ بلاقيها في السب ريتنال فلويد، والممكن الاقيها في الكويدال ديتاتش. يبقى انا بقارن التي 1 والتي 2 بتاعي بالتيشوز القريبه اللي موجوده عندي، يا اما مثلا لو عندي ريتينوبلاستوما بقارن بالبرين تيشو، لو انا عندي حاجه مثلا سب ريتنال بقارنها ب اللي هو الفيتروس انتنستي في تي 1 وفي تي 2. السيجنال انتنستي في الام ار اي بنحددها، بنقول عندنا هاي سيجنال او هايبر انتنس، لو سيجنال او هايبر انتنس اللي هي الحاجات اللي بتبان دارك، او ميديال سيجنال بتبان او بنقول عليها ايزو. هناخد بالنا لما بنيجي نحدد هايبر او هايبر او ايزو، لو كنا بنتكلم على الاوربت فانا بقارن بحاجتين اثنين، يا بقارن بالاكسترا اوكرا ماسلز يا بقارن بالاوربتال. لو انا بتكلم عن الاي ديزيزز في الحاله دي بقارن بالانتنستي بتاعت الفيترس، بقول هايبو او هايبر او ايزو ان ريليشن تو ذا فيترس. الحاجه اللي بعد كده اللي بستفيد بيها من حكايه ان انا عندي تي 1 وتي 2، موست ليجنز ابير دارك او لو سيجنال في تي 1 وهايبر سيجنال في تي 2، ده اغلب التيشوز او اغلب الليجنز اللي بتبان بالنسبه لي بالشكل ده. انما عندي تو مين اكسبشنز. اول حاجه لو كان الليجن ده كونتيننج هاي بلاد كونتنت، في الحاله دي بيدين هايبر انتنسيتي 1 هايبر انتنسيتي 2، ودول بيشخصوا لي ان الليجن ده موجود فيه بلاد. لو انا جيت بصيت على التي 1 والتي 2 بتاع الليجن اللي هنا الاقي عندي في الاولاني اللي هو التي 1 هايبر انتنس، الثاني هايبر انتنس، وده ماشي بالظبط مع الكولكشن موجود سابريتنال اللي هو بروفد بعد كده ان هو هيموجيك ريتنال. سكند اكسبشن بالنسبه لي لو كان الليجن ده كونتيننج ميلانين هلاقي ان هو في تي 1 بيبقى هايبر انتنس، وفي تي 2 بيبقى هايبو انتنس او بيبقى فيدر. الباترن ده كاركترستيك جدا للليجنز اللي بتكون موجوده فيها ميلانين. يبقى معنى كده ان انا ممكن استفيد بالبروبرتي دي جدا لو انا عندي شك ان الحاله دي مليجنت ميلانوما او لا. في بعد ما كملت الانفستيجيشن بتاعتي وبعد ما عملت سونار انا عايز اعمل مور كونفرميشن، هلاقي نفسي ان انا لو عملت ام ار اي ده بيقدر يديني تي 1 بيديني هايبر انتنس، تي 2 بتديني هايبو انتنس، وده كاركترستيك للمالجنانت ميلانوما. اقدر اوصل للدايجنوز بتاعي بدرجه كونفرميشن عاليه جدا. في اكسبشن ثاني برضه بعد كده بس اقل في استخدامه شويه من الفاتوم، اللي هو لو كان التيشوز فيها هاي بروتين كونتنت زي المالجنانسيز، هلاقي ان هي برضه بتديني هايبر في تي 1 وهايبر في تي 2، ودي بتساعدني برضه لحد كبير قوي في تشخيص الحالات بتاعه الريتينوبلاستوما. هنيجي الكاركترستيك فايندنج ثاني بلاقيها موجوده في حالات الام ار اي اللي هي بنسميها سيجنال فويد. بعض الاستراكشرز ما بتدينيش سيجنال او بتديني فيري لو سيجنال،
وده اللي بنسميه سيجنال فويد، يعني الاستراكشر ده مش طالع منه اي سيجنال في الاي كودنج بتاعه. هنفتكر ان تحت الايتم ده حط كلمه اي بي سي، اي اللي هي اير في البرونيزال ساينسز، بي اللي هي بون وكالسيفيكيشن، سي اللي هي سيركيوليتنج بلاد. الثلاث حاجات دول ما بيطلعش منهم سيجنال، يبانوا في الام اي سواء في تي 1 او تي 2 على صوره نقط او ستراكشرز لونها اسود. عكس الكلام ده على طول هلاقي عندي الفات اللي هو الاوربيتال فات بيديني هاي سيجنال او وايد سيجنال في تي 1. اهميه ان الفات بيديني البايت سيجنال في تي 1 وفي تي 2 ايه؟ اول حاجه الاوربيتال فات كميته كبيره جدا، فممكن يبقى ماسكينج ليجنز موجوده تحتيه. على سبيل المثال لو انا بصيت الصور الموجوده عندي دي الاقي ان انا بدون ما اعمل ماسكينج الاوربيتال فات حجم الليجن اللي موجود عندي اللي هو الحجم الصغير. لما استخدمنا التكنيكس اللي بنعمل بيها بلوكينج للفات سيجنال لقيت ان الحجم الحقيقي بتاع الليجن الموجود هنا اللي هو الحجم الكبير. يبقى معنى كده ان الاوربيتال فات ماي بلوك بعض الديتيلز بتاعت الليجن اللي انا شايفها في الاوربيتال. الحاجه الثانيه ودي برضه بتفهم معانا يمكن هنا الصوره اوضح كمان، ان انا عندي حصل بلوك في جزء كبير قوي من الديتيلز بتاعت الليجن الموجود هنا بي اللي هو الاوربيتال فات. لما عملنا بلوك للاوربيتال فات بدات الفول ديتيلز بتاعت الليجن تبان اكتر. ميزة تانية بقدر استفيد بيها بالبلوكينج بتاع الاوربيتال فات ده في حاجة مهمة جدا. احنا لقينا ان انا عندي البلد بيديني هايبر انتنس ليجن في تي 1 وهايبر انتنس ليجن في تي 2، ولقينا ان الفات بيدي نفس الكريتيريا بالظبط. طب انا عندي ليجن موجود يحتمل ان هو يكون فات ويحتمل ان هو يكون بلد، انا عايز افرق الاثنين من بعض. سيمبلي لو انا عملت فات سبريشن لو كان ده فات بيختفي من الصورة تماما زي ما انا شايف في الصورة الاخرانية. هنا كان المفروض ده مكان الليجن بتاعي، هنا اختفى خالص لان انا عملت فات سبريشن. لو كان ده بلاد كان فضل موجود حتى في الفات سبريشن. يبقى دي فايده ثانيه بستفيد بيها بالفات سبريشن. الحاجه الثالثه ودي من الحاجات المهمه جدا اللي انا بحتاجها برضه ان احنا بنعملها لما بنكون عاملين كونتراست انهانسمنت. كتير قوي الفات الفايت سيجنال بتاعه بيخبي لي الكونتراست انهانسمنت اللي هو حصل من الاكسترا اوبلر اكستنشنز بالذات. يعني لو انا عندي الحاله لو شايف الام اي بتاع الكيس اللي قدامي دي انا عندي فيه اكسترا اوبلر اكستنشن طالع منها من مالجنت ميلانوما، لو انا حطيتها وسط اللي هو النورمال اوبتال فات الاقي ان الوايت او الوايت شادو اللي طالع منها ده مش باين. لما بنعمل بلوكينج للاوبتال فات بيختفي الشادو اللي هو بتاع الفات، وبالتالي اللي هو الانهانسمنت بتاع الاكسترا اوبلر اكستنشن بيبقى واضح بالنسبه لنا. هنيجي برضه عند نقطتين مهمين بيقابلونا وما بنقدرش نستفيد منهم الفايده الكامله لان احنا مش متابعينهم قوي. اول حاجه لو انا انت كونتراست ماتيريال او غير كونتراست انهانسمنت، وهنا في حاله الام اي اللي هو الجادولينيوم، وبالمناسبه الجادولينيوم بيمتاز ان هو نون توكسيك مش زي الكومباوندز اللي بنستخدمها مع السي تي سكان. هناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، الانجكشن بتاع الكونتراست ده بعرفه بحاجتين اثنين، يا اما ان انا بلاقي كتابه معينه يا اما ان انا بشوف حاجه معينه بعيني على الام ار اي. الكتابه ممكن الاقي حرف سي زي ما انا شايفين اللي هي الريد كلر اللي هي موجوده على طرف الصوره ده، او ان انا الاقي سي بلس، او ان انا الاقي مكتوب كونتراست بخط كبير على السكان، او ان انا الاقي مكتوب عليها جاد اللي هو اختصار كلمه جاد. هنفترض ان انا ما لقيتش الكلام ده اعرف ازاي ده كونتراست ولا لا. نورمالي بعض الاستراكشرز بتعمل انهانسمنت اللي هي ايه؟ اللي هي الاكسترا اوكلا ماسلز، اللاكمال جلان، والكورويد. وعند كلمه كورويد دي هنقف عندها ونحط 60 خط تحتيها. بدام عندي كورويد بيحصل له انهانسمنت انا ممكن استفيد منه بحاجه بسيطه جدا. لو انا عندي ليجن موجود جوه الاي في البوستيريو سيجمنت عايز اعرف هو مكانه فين، اقدر اشوف الريليشن بتاعته للانهانسد كورويد. زي لو انا عندي مالجنانت ميلانوما هيحصل لها انهانسمنت مع الكورويد، مش هقدر افصلهم عن بعض. انما لو كان سب كورويد او اللي هو بنسميه سوبر كورويد الاقي ان هو بره الكورويد مش داخل مع الانهانسمنت. يبقى انا هنا كده قدرت استفيد بالنورمال انهانسمنت باترن بتاع الكورويد اللي هو بيكون موجود عندي في الام ار. هناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ليه التيشوز بيحصل لها كونتنت انهانسمنت، او ايه اللي هي الشهود اللي لازم تكون موجوده عشان يحصل كونتراست انهانسمنت. اول حاجه نكون الليجن ده وصل له ادكوت بلاد سبلاي،
ان يكون حصل بريك داون في البلاد تيشو باريا، ان يكون في عندي سفيشنت اكسترا سيلولار سبيس يتجمع فيه اللي هو الانهانسد ماتيريال اللي هي اللي طلعت. يبقى انا هقف عند نقطه مهمه جدا، مش مهم قوي بالنسبه لي يعني كلمه اللي هي الكونتراست انهانسمنت، كل الليجنز كان كونتراست انهانسمنت. انما السؤال اللي لازم تقف عنده كتير جدا، لو ما حصلش انهانسمنت لازم تسال نفسك ليه ما حصلش انهانسمنت. يعني انا عندي ليجن اند كونتراست وما خدش الانهانسمنت بتاعه، معنى كده ان في حاجه منعت ان الليجن ده يحصل له انهانسمنت. غالبا 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 اللي يمنع هو الانهانسمنت غالبا يا اما ان هو فلويد بس، يا اما ان هو كومبليتلي افاسكولار مش واصل له بلاد سكر. يبقى انا اللي اقف عنده كتير قوي الانهانسمنت، هقول في انهانسمنت ممكن يكون ماركت يكون مودريت يكون مايلد وات ايفر، انما اللي تقف عنده اكتر ان التيشو ده هو ما حصلوش انهانسمنت، ودي هتفيدك في الدايجنوست بتاع حالات كتير جدا. هنشوف حاجه بسيطه جدا، انا كان في ليا الحاله دي المده اللي فاتت وكان فيها كان البيشنت ده كان وان اي وكان في لوكالايزد ريتنا الليجن وكنا واقفين عنده، هل دي مالجنانتي ميلانوما في الاونلي سينج اي ولا دي دايجنوزس تاني مختلف؟ السونار بيقول ان هي تحتمل كده وتحتمل كده. تعالوا نشوف لما عملت الام اي لقينا فيها حاجه كاركترستيك. اول حاجه ان الماس دي في الام اي كومبليتلي نون انهانس، لو بصيت عندي في البري والبوست بتاعهم ما حصلوش انهانس من خالص. يبقى ده معنى كده ان انا مش بتعامل مع فاسكولار ليجن والمالجنانتي ميلانوما او الاوربيتال او الاوكرام تاسيس هايلي فاسكولار. ده اول جزء. الحاجه الثانيه وده الاهم، ان انا لما اجي ابص هنا حصل لي انهانسمنت، لو بصيت عندي الصوره الثانيه الاقي ان انا حصل عندي كومبليت انهانسمنت للكرويد، الكرويد اهو. معنى كده ان الليجن ده فين؟ سوبر كرويد مش كرويد. يبقى انا قدرت في الحاله دي اشخص ان انا عندي ايه؟ كويدال اتاتشمنت او اللي هو بنسميه سوبر كويدال كولكشن بتاع الفلويد اللي موجود عندي. يبقى انا مجرد ان انا استخدمت الام اي الاستخدام الصح بتاعها قدرت اوصل لمعلومه الليجن ده ايه والليجن ده فين. هنيجي ناخد حاجه مهمه جدا ان انا بقف عندها، ان انا قلنا لما جمعنا الاول الداتا اللي هي خدناها من اللوكاليزيشن بتاع الليجن قدرت تقول الليجن ده كذا في كذا مقاساته كذا والسايد بتاعه كذا. لما بنيجي نترجم اللي هي الانتنسي سيجنالز اللي موجوده بقدر اقول الليجن ده ايه بالظبط. زي ما قلنا الليجنز اللي هي كونتيننج ميلانين فور اكزامبل هلاقي ان هي بتديني هايبر انتنسيتي 1 وبتديني هايبر انتنسيتي. الليجنز كونتيننج بلاد ممكن تديني هايبر انتنسيتي 1 وهايبر انتنسيتي 2. يبقى انا لو قدرت اعمل جود كورليشن الانتنسيتي بتاعه الليجنز الموجوده في تي 1 وتي 2 اقدر بنسبه كبيره قوي اوصل للدايجنوزس بتاع الحالات اللي موجوده. هناخد بالنا برضو من حاجة مهمة جدا، ان انا بقدر في بعض الحالات يجي لك الحالة بوردر لاين في الـ MRI. هتعمل ايه عشان تعمل كونفيرميشن؟ هتقول افتح واشوف الماس دي ايه ولا هاخد بايوبسي؟ ما عندناش فكرة البوسبيلتي بتاعت ان انا اخد بايوبسي من ليجن جوه الاي لحد دلوقتي. الكلام ده ثيوريتيكال يتعمل انما اكتفلي او اكشوالي صعب قوي ان انا اخد بايوبسي من ليجن خصوصا بعض الحالات اللي زي ما شفنا الحالات اللي فاتت دي، كان الحالات دي ممكن يجي لك عيان 1 اي. يعني الكلمه اللي هتقولها تقول ده عنده الدايجنوز بتاعه كذا، دي حاجه يتوقف عليها كتير جدا جدا في حياه البني ادم اللي قدام. على سبيل المثال الحاله اللي قدامنا دي بعد ما قتلناها بحثا في الاكزامينيشن الاولاني وفي البكره عملنا السونار وعملنا الحاجات دي كلها، وصلنا في الاخر ان هي برضه تحتمل، يعني زي ما احنا شايفين الريبورت اللي كان مكتوب تحتمل ان هي مالجنانت ميلانوما وتحتمل ان هي ما تكونش مالجنانت ميلانوما، وكانت ريفيرد ليا على انها في اوكرا اونكولوجي كونسلتيشن. الصناع زي ما نقول في ده في يحتمل ان هو يكون كذا ويحتمل ان يكون كذا. تعال نشوف الام اي هيجيب لنا ايه بقى. اول حاجه لما جينا عملنا التي 1 لقينا ان الناس اهي هايبو ومش باينه، يعني انا مش قادر حتى نعمل ايزوليشن من الفيترز. لو نفتكر لما نرجع تاني عندنا بالنسبه للمالجنانت ميلانوما المفروض بتبقى هايبر انتنسيف تي 1، يبقى دي اول حاجه اختلفت. المالجنانت ميلانوما في التي 2 اللي هو الثانيه اللي موجوده عندي بتديني دايما هايبو انتنس هايبو انتنس، وهنا برضه ده عكس اللي موجود عندي. يختلف او يشترك مع المالجنانت ميلانوما ان هي في الكونتراست انهانسمنت بتاعها تدي نفس الباترن بتاعها. يبقى كل ان انا اختلفت عن المالجنانت ميلانوما في البيهيفير اللي فات ده كله
بيخلينا استبعد الدياجنوز بتاع البريغ ميلوما. انما ما يمنعش ان انا هنا السكند بوسيبيلتي بالنسبه لي اللي هي ايه، انا عندي ليجن هايبر في تي 1 هايبر في تي هايبر في تي 2 ويد كونتراست انهانسمنت في تي 2 ودي الكرايتيريا بتاعه الكويدا بس. وفعلا لما جينا بناخد بعد كده عملنا الانفلوكيشن بالنسبه للبيشنت ده لقينا فعلا دي سكندري ان بريست كانسر ميتاستاسيس، وفعلا البيشنت كان نون تو هاف بريست كانسر قبل كده. هناخد بالنا من حاجه ثانيه ودي من الحاجات اللي برضه بيجاوب لي عليها كتير جدا من ام ار اي، ان هو ان انا اي كان ديتكت الاكسترا اوكرا اكستنشنز بتاعه التيومرز الموجوده انسان. زي ما قلنا بنعمل اللي هو الفلسفشن تكنيكس مع الكونتراست بيبتدي عندي الليجن اللي هو الاكسترا اوكرا اكستنشن اللي احنا شايفينه ده بيبتدي يبقى واضح جدا. الحالات اللي احنا بقت عملناها انوكيليشن لقينا فعلا درجه الاكيوسي بتاعه الديتيرمينيشن بتاع الاكسترا اوكرا اكستنشن فيها عاليه جدا. المثال الحالة اللي كانت موجودة دي الصناعه بتاعه مبين فعلا الاكسترا اوكرا اكستنشن اما اي كونتراست بين الاكسترا اوكرا اكستنشن. لما عملنا اللي هو الانوكيليشن لقينا اكزاكت سايت بتاع الليجن اللي موجود اهو زي ما طلع بالنسبه لنا في كان طالع في الام ار اي. اخر حاجه ودي من الحاجات اللي هي فعلا حسيتها سؤال مهم جدا وممكن كلنا نتعرض لها، لو انت عندك بيجمنتد ليجن موجود على السيرفس بتاع الاي ممبر عايز تعرف الليجن ده اساسه ايبي بالبا ليجن ولا انت اوكلا ليجن ولا اكسترا اوكلا اكستنشن. اللي يساعدك جدا واللي يجاوبك على السؤال ده بسهوله جدا 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 الام اي ويز كونتراست. لو احنا جينا بصينا على الحاله اللي موجوده قدامنا دي هلاقي ان هو فعلا الاكسترا اوكلا اكستنشن واضح جدا ان اسف اللي هو الايبي بالبا جروس بتاع الليجن موجود وان الاي من جوه ما فيهاش اي اثر للجروس بتاع الليجن الموجود عليه. يبقى برضه دي من ضمن الحاجات اللي انا اقدر اوصف فيها الام اي وجاوب على السؤال من ضمن الحاجات اللي انا ممكن ابقى قاعد قدامها محتار جدا هل الليجن ده اساسا ايبي بالبا ليجن ولا يوكال ليجن وجاوبه جبته اوت سايد عن طريق اكسترا اوكلا اكستنشن. فعلا دي من الحاجات اللي هي بتساعدني فيها جدا ان انا استعمل الام اي. مش عايز ان انا بالنسبه للام اي ان انا بستبدل بيه حاجه من الحاجات اللي هي الويل استابليش دايجنوستيك تكنيكس بتاعت الاوكلا اونكولوجي زي الالترا ساوند او التصوير، انما جاست انهان لان انت بعد لما تلاقي نفسك الدايجنوستيك وقف عندك عند مرحله معينه الخطوه اللي بعد كده هتقول هنعمل ايه؟ هفتح وشوف ما عندكش الاوبشن ده. يبقى لازم يكون عندك بديل ثاني مع الداتا اللي موجوده عندك من الصناعه مع الداتا اللي موجوده بتاعت الاكزامينشن يقدر يوصلك للفاينل دايجنوستيك. شكرا واتمنى تسلم يا دكتور اشرف. وطبعا كعادتك دي حتتك وانت مالك فيها وربنا وفقك. البرزنتيشن جميله جدا وديمونستريتيف جامده واتمنى ان يكون الزملاء كلهم المستمعين والموجودين معنا مشرفينا مستمتعين بيها. ربنا يوفقك دكتور اشرف وتسلم. ماشي حبيبي. معانا دلوقتي الاستاذ دكتور اسامه هيبدا اسامه شالب هيبدا يتكلم على حاجه غريبه قوي اسمها داي وتستنى شويه نامكس اوف اوكلر سيرفيس ستيننج. هي داينامكس اوف اوكلر سيرفيس ستيننج هو عامل طبعا يعني عنوان جذاب شويه. اتفضل يا دكتور اسامه حتتك برضه. دكتور سعيد ربنا يوفقك. ستوب شير دكتور اشرف. ستوب شير دكتور اشرف. ستوب شيرنج يا دكتور اشرف بعد اذنك. بس انت شايفينك يا دكتور اشرف. خلاص اسامه يعمل شير بقى. ويل شو اندر ايه كده انا شير. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا اسامه اتفضل ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. باذن الله التوك بتاعي هيكون بسيط خالص وفيري بيزك ومش عارف ممكن هتستغربوا منه ولا لا لان كل الناس بتتكلم بقى على الحاجات الفيري ادفانسد والحاجات الهاي تكنولوجي وانا راجع اتكلم على الاستيننج اللي المفروض الناس كلها بتبص له كده ما اعرفش بتبص له ازاي. هل هو يعني هل فعلا يعني ايه اوكلار سيرفيس ستيننج الاول؟ يعني الطريقه ديت يعني تكتشف انها افيشنت اوبجكتيف غالبا انها نون انفيزيف بس احنا لو حطينا اي دروب في الاي بنعتبرها انفيزيف ممكن نقول عليها مينيمال انفيزيف. ديت وي ان انا اقدر استدي الاوكلر سيرفيس تشينجز ات ذا سيلولار ليفل يعني اكني بشتغل هيستوباثولوجي. الستيننج دهوت سيمبلي دون ان انا ببساطه كده بحط نقطه قطره على الكونجنكتيفال ساك واعمل لها اوبزرفيشن. طيب
ايه بقى يعني ايه فايتال دايل؟ يعني هو فايتال ستين او فايتال دايل، ايه الفرق بين الستين العاديه والنقول عليها فايتال ستين؟ انها كابل بنتريتنج ليفنج سيلز او تيشو، بس الشرط المهم ان هي نوت انديوسينج ايفيدنت دامج اور ديجنريتيف تشينجز. لو حصل ان هي بتعمل حاجه زي كده يعني ينسحب منها الوصف ان هي فايتال ستين. طبعا الانواع الستيننج كتير جدا، انا هنختار منهم ثلاثه اللي هم المشهورين اللي احنا بنستخدمهم في الاوكلر سيرفيس، الفلوريسين والروز بنجال والليسامين جرين. نبدا بالفلوريسين، وطبعا بيستخدم من زمان او من سنه 1882. وبسال بس سؤال، هل كل الناس يعني الفلوريسين يعتبر روتين في النورمال اوفثالميك اكزامينشن بالنسبه لك، ولا بس بتعوزه لما تكون انت عايز تقيس التنشن او عايز سسبشن ان في يكون في ابسيلا ديفكت؟ انا شخصيا بستخدم الفلوريسين تقريبا روتين لي في more than 90% of my case. هو water soluble، مجموعه اسمها زانسين دايد. الافيلابيلتي بتاعته زي ما احنا كلنا عارفين ان في عند ستريبس containing 0.6 ملي جرام، في كونسنتريشن في اطرات بوتلز جاهزه، او انا اقدر اعمله او مينيمز ديت طبعا بيتر. مشاكل الاطرات ان هو انها بكتيريال كونتامينشن، وخصوصا السيدومونال انفكشن بسهوله دي. ممكن احضره من الاي في بريباريشن بتاعه الفلوريسين انجيوغرافي، بس طبعا الكير بتاع الكونتامينشن ده اخلي بالي منه. وايه اللي بيحصل بقى يعني الداينامكس، ايه الموفمنت اللي بيحصل مع الفلوريسين لما بحطه في العين؟ وانس انستيزيا حصل له ديفيوجن مع التيرفين، وبعدين ليتر اون بيحصل له ديفيوجن في الاوكلر سيلولار تيشو. الانتنسيف ستين انكريز لو انا عندي سيلولار دامج، ديسربشن اوف سيل ميمبرين لو انا عندي ديسربشن اوف سيل تو سيل جانكشن زي ما احنا عارفين يعني. عشان كده ان هو ممكن اقدر اوبزيرف في البرميابيليتي اوف اوكلر سيرفيس ستين، وانا بعتبره جولد ستاندر ان كورنيال ستين. في كونجنكتيفا ممكن هو ستين كونجنكتيفا، كان ستين ذا كونجنكتيفا بس نوت سو بريسايز لايك ذا كورنيا، لان السيلز الصبغه بتبقى موجوده انترا اند انتر سيلولر في الاثنين، فالديفرنشيشن بتاعها بيبقى صعب شويه. طب اشوف الفلوريسين ازاي؟ ممكن اشوفه عادي خالص بالنورمال لايت بتاع السليب لام وكوبالت فلتر زي ما احنا عارفين، او انا ممكن استخدم يلو فلتر زياده رات نمبر 12 اشوف اللون يتقابل الازرق ده يتقلب اخضر، وبيبقى بيزود الفيجواليزيشن بيبقى نوع احسن. في ستيت لامب في الفلتر ده اوريدي، او ممكن انا ازوده. هنيجي نشوف ايه اللي بيحصل لما انا احط نقطه فلوريسين في العين. ايه اللي بيحصل سيكوينشالي كده؟ اول حاجه بيحصل لها ديفيوجن مع التيرفيل، وبعد كده حصل لها بنتريشن في الادجوينج سبيسز، وبعد كده تو كومباين وذ الكالين انترستيشيال فلويد وتو تيرن انتو اتس برايت جرين كلر ديو تو فلوريسنس وتشينج فلوريسنس اللي احنا عارفين. طيب اول ما احط فلوريسين ايه الحاجه اللي المفروض ان انا اشوفها بسرعه، او اول حاجه اقدر اشوفها؟ اعمل حاجه اسمها البريك اب تايم. البريك اب تايم لو انا عملته في وجود الفلوريسين بقول عليه انفيزيف بريك اب تايم، اللي هو الطريق ان انا بحط فلوريسين واخلي عين بلينكينج مرتين ثلاثه وعين ستوب بلينكينج، وابدا اعد لغايه ما يحصل البلاك سبوتس. طبعا عندي طريقه ثانيه للبريك اب تايم اسمها نان انفيزيف، هو مش مجالها دلوقتي. طب ثاني حاجه، لو انا بحط الفلوريسين لو انا عايز اشوف ابسيليال ديفكت او ابسيليال كيراتوريسي لازم استنى شويه. زي ما احنا شايفين في الصوره ديت، في واخد بيها من الليتريتشر، طبعا الصوره ديت فيها فلوريسين لسه محطوط ايميديت، عامل كاموفلاج او كفرنج للابسيليال ديفكت او الابسيليال كيراتوريسي اللي موجوده تحت. فعشان كده لو انا عايز اشوف ابسيليال كيراتوريسي لازم جاست ويتنج سام تايمز، ان انا عايز اشخص ابسيليال ديفكت او حاجه زي ما احنا متعودين ان احنا نستعمل. برضو لو انا عندي انا عامل هايلايت لبعض الحاجات اللي احنا بنشوفها في الكورنيا بالفلوريسين، لو انا بستخدم فلوريسين وعايز اعمل ايفالويشن ليه عندي بانكت كيراتايتس او ابسيليال ايروجن، لها جريدنج كذا جريد. اول جريد ان انا بشوفها في ستينج او مفيش، وعن الستينج ده هل هو مايكرو بانكت او ماكرو بانكت او كواليسنت ماكرو بانكت مع بعض، او عامل باتش اكتر من بوينت اكتر من 1 ملم. وبعدين برسم جريد على الكورنيا سنترال 1 وبريفرال سوبيريور وانفيريور نيزال تمبرال، وكل جزء من الجزئيه ديت بعمل له جريدنج من 0 ل 3 وبجمع النقط مع بعضها، وبعد كده بحسب الايه الاماونت اوف ابسيليال كورنيال ستيننج. في حاجات برضو مميزه في البسيليال كيراتايتس او بسيليال ستيننج، الحاجات اللي بتحصل توكسيك كيراتوريسي مع التوكسيك ميديكال انتوزا مع الابيوز اوف اي دروبس. الابسيليال ليجن اللي بيحصل هنا بيحصل غالبا لور ان ذا لور كوادرنت، لان الداي كونسنتريتد في التير فبتتجمع تحت، فده سبيسيفيك للتوكسيك.
نوع تاني من الكراتوباسي الناس حاجه اسمها هوريكين كراتوباسي. ده بيحصل لو انا عندي سنترال ابيسيلال ديفكت مثلا، وعارفين ان يحصل ريجينريشن للكورنيال سيلز بيجي من الليمبال ستيم سيلز، فالهاي تيرن اوفر او هاي تيرن اوفر مايجريشن اوف سيلز فروم ذا ليمباس تو ذا سنتر بتاخد الويرل لايك باتر او الهوريكين باتر. بتحصل غالبا لو انا عندي سنترال سيل ديفكت في حاجه كراتوكونس او قاعد كراتوبلاستي او حاجه زي كده. طبعا ده اللي عمل لها ديمونستريشن دوا، وعمل هايبوثيسيس كده انها ريليتد للالكترومغنيتيك فورسز موجوده في الاي. احيانا نلاقي الهوريكين كراتوبس ماشي كلوك وايز واحيانا انتي كلوك وايز، ده اوبزرفيشن ودي موجوده في بعض الحالات. طب الفلوريسين تاني ايه ممكن نستفيد؟ طبعا مشهور قوي السيدل تيست، لو انا عندي اي بيرفوريشن او شاكك ان يكون عندي ليكنج فلترنج بليد، دي برده من الحاجات المشهوره معظم الناس يعني. ايه تاني اشوف بيه فلوريسين؟ اقيس بيه اللور تيرمينس. انا عارف ان التير بري اوكولار تير فيل بتوزع ريترو بالبيبرال وبري بالبيبرال وبري كورنيال، وبتجمع تحت هنا اللور تيرمينس، بس انا اقدر اقيسه بالسليب كام واقدر اشوف فيجواليزيشن اكتر لو انا حطيت فلوريسين. ملاحظه مهمه قوي بيبينها لي فلوريسين ان انا بشوف حاجه اسمها ليد بارلل كونجنكتيفال، هي عباره عن ايه؟ عباره عن يعني كانت موديفيكيشن من حاجه اسمها كونجنكتيفو كاليزيس، يعني مثلا ريدندنس للكونجنكتيفا فهتتيرن انتو فودز. الفودز بتبقى متجمعه اكتر يا اما انفيرو نيزل او انفيرو تيمبرال، وبداوا الناس يتكلموا عليها اللي بيشتغلوا في الاوكلر سيرفيس وكده، هل هي ريليتد للدراي اي او هي نتيجه لها؟ وطبعا لها جريدنج وكلاسيفيكيشنز، بس جاست ان انا بقول ان ديات بنشوف برضو. حاجه تانية ان انا لو بصيت على الكرانكل هنا الميديال كرانكل، انا عندي هتلاقي عندي تو فولدز فيرتيكال فولدز بقول عليهم لاكونر سالكاي او فولد. برضو لو حطيت فلورسين هيبقوا مور اكسنتويتد، طبعا دول نورمالي يبقوا باينين. لو حصل فانيشنج او ديستراكشن او ابسنس للتو فيرتيكال سالكاي دول، ده بيدي لي انديكيشن ان انا في عندي هنا سب ميكوزال اترفي، يعني ممكن العيان ده يكون اشخص فيه حالات اوكلر سكاترايزنج كونديشن ايرلي او حاجات ميوكوز ديفيشنسي ايرلي او حاجات زي كده. فدي ديت من الحاجات الجديده في الايه في الاوكلر سيرفيس ايفالويشن. طبعا الحاجات اللي احنا عارفينها اللي هو الفلورسين ديس ابيرنس والايفالويشن اوف ايديفرا الجينز 51 اند 2، برده حاجات اقدر اشخص بها ليد لاكستي لو انا حطيت للبيشنت فلوريسين وحصل سبيل اوفر من الاوتر كانسل، ده برضو دياجنوستيك انه يكون عنده اوتر كانسل لاكستي. بمناسبه الديسابيرنس انا لازم اعمل له كوانتيفيكيشن بحاجه اسمها فلوريسين كليرنس تيست، نفس فكره الفلوريسين ديسابيرنس بس انا بستخدم شيرمال تيست وبستخدم ستاندردايزد اماونت من الفلوريسين بمايكروبيبيت وبحطها وبعمل شيرمال تيست كل دقيقتين لمده يعني خمس مرات، وده يدي لي فكره هل التير داينامكس التير اكسكريشن التير درينج، هل فيه ريتينشن، هل فيه توكسيك ابسيليوباسي، هل فيه اكوا ستير ديفيشنسي، وده اسمه فلوريسين كليرانس تيست. اللي عايز ادق شويه اتعامل مع التير داينامكس وفورميشن ودرينج بستخدم حاجه فلوروفوتومتري، يا اما استخدمها مانوال بمايكروبيبيت او بحطه على جهاز ادفانسد ان هو يقدر يقيس لي الداي ديسابيرنس از جرادويتد. الصبغه الثانيه انا بستخدمها الرز بنجال، ودي الورده اللي هم واخدين الاسم منها هي الورده البنجاليه. هو اكشوالي في الكيميكال استراكشر للرز بنجال قريب من الفلوريسين وفي نفس الكيميكال جروب، ولكن بيختلف في بعض الاختلافات الكيميائيه، وبرده بيختلفوا في اختلافات كثيره جدا بالنسبه للاكشن والفانكشن. ده انتروديوس باي جوجرين اللي هو السندروم المشهوره باسمه من سنه 33، يعني برضه ما هوش جديد قوي. وكان روز بليفز اللي احنا حافظينه دايما ان هو الروز بنجال ستين ديد اند دي فيتالايزد تيشو اند دازنت ستين نورمال هيلثي سيل. الجديد اللي اكتشف جديد ان هو لا ستين نورمال اند هيلثي ليفنج سيلز، وده بروفد باي كلتشرز على ديفرنت كونسنتريشن. طيب ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي انا بيخلي في الروز بنجال يسبق حاجات ويسيب حاجات؟ السيلكتيف ستيمنج، لانه لقوا السيلز اللي هي الميوسين كومبوننت اوف ذا تير فيلم اند ذا كوتينج ذا ابيثيليال سيلز اكت از ا بارير اجينست روز بنجال بنتريشن انتو ذا سيلز. يعني ده معناه ايه؟ يعني ايه معنى في الروز بنجال هيسبق؟ هيسبق السيلز اللي هي لاكنج الميوسين كفرج. وطبعا الميوسين عارفين ان هو الانر لير اوف ذا تير فيلم،
وبيتكون من حاجه بروتين اسمه جلايكوكاليكس. الجلايكوكاليكس ده طالع من جزء من الابيثيليوم بتاع الكونجنكتيفا والكورنيا وجزء منه من التيرفيل حتى انتر ديجيتيد، عشان كده بيعتبروا ان التيرفيل لاير من الاناتوميكال لاير من الاوكلر سيرفيس. طيب لو حصل ميوسين ديفيشنسي او لاك اوف ميوسين كفرج يبدا الروز بنجال يعمل ستيم. تاني حاجه لو السيل ديت حصل لها اندر جوينج ميتابلاستيك تشينجز، حاجه بنقول عليها سكوموس ميتابليزيا تنتهي في النهايه انتو كيراتينايزيشن، برضو السيلز دي تساعد. برضو لو انا عندي لاك اوف بروتكشن للسيلز مع الابنورماليتي للليبيد بروتين ابنورماليتيز في التيرفل اسبغ بياسل، يعني معناها ان انا استفيد به ان انا شخص ميوكوس ديفيشنت دراي اي اكواس ديفيشنت دراي اي، ممكن ادي له فكره عن ان في ميبوميان جلاند ديسفانكشن ولا لا. طب ايه المشكله بقى براعي الروج من جلال؟ ايه اللي حصل؟ اكتشف جديد ان هو ليه انترنسك سيلولار توكسيستي، وهو ليه دوز ديبندنت افكت وتوكسيك افكت، ومين ليه نيوكلير، ليه فوتو دايناميك افكت. فعشان كده هو بيعمل دامج للسيل، فعشان كده دلوقتي ما بيعتبروش ان هو فايتال داي، بداوا يسحبوا منه الدرع او الاسم او المسمى ان هو فايتال داي، بدا يتسحب من الروز من جلال. طبعا الروز من جلال اللي هو فوتو توكسيك افكت ليه انتي فايرال وانتي بكتيريال اكتيفيتي، بيحصل له يعني لو انا عيان شاكك ان هو هربيتك ألسر وهعمل له كالشر بعدها، يبقى ما ينفعش ان انا احط له روز بنجال لانه هيدي لي ابنورمال او فالسيز للريزلت اللي هتيجي من الكالشر بعد كده. ليه حاجات افكت بروفن كتير ان هو ليه انتي كانسرس افكت وليه تريتمنت افكت الاكزيما والسورايسيس، طبعا حاجات كتيره جدا. طيب موجود ازاي الروز بنجال؟ موجود طبعا كونسنتريشن 1%، برده موجود دروبس او مينيمز او فلوريتس او اللي احنا بنستخدم عليها الستريبس. المهم في الروز بنجال ان انا ما عملوش ايفالويشن ايميديت، احنا قلنا الفلوريسين ايميديت اقدر اشوف البريك اب تايم واستنى 1 مينيت اشوف الاذر افكت. الروز بنجان كونسنتريشن ليميت، يعني كل ما زاد الكونسنتريشن كل ما زيد ممكن عاوز احط مره او اثنين، استنى 3 ل 5 دقائق لغايه ما اعمل ستيننج، يعني ما استعجلش على الريزلت، لو بصيت بسرعه يبقى هيديني نيجاتيف ريزلت. طبعا مشاكله ان هو بيعمل ستيننج وديسكمفورت وخصوصا مع الكونسنتريشن العالي، فعشان كده لازم بعد العيان ما يخلص لازم اغسل له. الافكت ان انا بعمل له كونفرميشن للحالات اللي بعمل دبل ستين، ممكن استخدم تو ستينز مع بعض استخدم فلوريسين وروز بنجان، ده طبعا يعني دايجنوستيك اللي انا عندي هربيتك كورنيجن. ده اقدر اميز الدبل ستيننج للهربيتك ليجن لو انا عندي هيلينج ابسيليال ديفكت او نيوروتروفيك هيلينج ابسيليال ديفكت، حطيت دبل هياخد الاي ام بلس. طبعا الروز بنجان الديستريبيوشن بتاعه على الكورنيا كونجنكتيفا ليه سبيشال باترن وسبيشال كلاسيفيكيشن، مش موضوعها دلوقتي. الصبغه الثالثه او يعني اللي هختم بيها الكلام الليسامينجرين. الليسامينجرين يعتبر جديد نسبيا في الاوفثالميك انفستيجيشن من سنه 73 يعني. طبعا ده مجموعه ثانيه خالص، وكان بيستخدم ككوزموتيك وفود اديتيف، وليه اسماء كتيره زي الويل جرين والفود جرين وحاجات زي كده، معناها برضو ان هو سيف. انما لقوا كل الليتريتشر اللي اشتغلت على الحاجات دي لان هو فانكشناليتي وافكت از سبيسيفيك از روز بنجال، يعني اللي روز بنجال بيعمله هو اللي سم جرين بيعمله. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان ما فيش توكسيستي، ما فيش ديسكمفورت، بيتر توليريتد باي ذا بيشنت، وعشان كده بيقولوا ان الصبغه ديت المفروض ان هي يعني اندر استيميتد داي، فالمفروض الناس تبدا تشتغل عليها شويه. وهو الحاجه الوحيده من الثلاثه اللي قلناهم اللي هما بيدخلش انترا سيلولر، يعني كانت ستين انترا سيلولر. طيب انا هستفيد بيها هشتغل عليه ازاي او هستخدمه ازاي؟ برضه هو برضه دوز ديبندنت، ممكن استخدمه برضه امبريجنيتد فلوريتس او اي دروبس. الامتر كونسنتريشن 1%، في حاجات موجوده من 1 ل 5. برضه ما بيعملش ايميديت ستيننج، لازم استنى من 2 ل 4 دقائق. ناس بيقولوا 2 2 مينتس ده الايديال، ناس بيستنوا ايفن اب تو 10 مينتس. ممكن انهانس الفيجواليزيشن لو استخدمت ريد فلتر يدي لي بلاك كلر زي ما فكره الريد جرين احنا بنشوف الهيمرج. طب ليس من جرين هستفيد فيه؟ عارفين ان هو يعني الماس يعني الفلوريسين هو بتاع الكورنيا، ليس من جرين هو بتاع الكونجنكتيف، يعني هو اللي هيصبغ لي الكونجنكتيف انتجريت، واقدر الكورنيا ما مش هقدر اشوفها قوي عشان اللاك اوف كونتراست بينه وبين الايريس. هشوف باللسه من جرين ثلاث حاجات مهمين قوي، الانتجريت والبالبر كونجنكتيفا، وهشوف المارجنال زون اوف ذا كونجنكتيفا، حاجه اسمها ماركس لاين هنقولها دلوقتي، وحاجه اسمها ليد مارجن. انا لو حطيت في اللسه من جرين على الاوكلر سيرفيس هياخد اللاين زي ما احنا شايفين ده الميكوكوتينيا جانكشن،
اللي هو كورسبوندنج للاوبننج بتاع النجوم ينجم. ده نورمالي اسود لانه من الاكسبوجر بيحصل سام كيراتينيزيشن نورمال واكسفيليشن للسيلز، فبتاخد اللاين ده. ده اللاين ده اسمه الماركس لاين. طيب حاجه اسمها الليد وايبر. ايه الليد وايبر؟ اللي هي جزء من الاي ليد اللي بيوايب البلبر والكونجنكتيفا والكورنيا او الكونتاكت لينز. ده عباره عن اناتوميكال اللي هو الفري سكين مارجن والميكوكوتينيوس جانكشن والبوستيريور ليد مارجن اللي هو البوستيريور بارت اوف ذا بلبر الكونجنكتيفا اللي هو ماست كول بي شارب وبوزنج تو ذا ليد مارجن فيري ويل. دي بنقول عليها الليد وايبر اريا. طيب الليد وايبر اريا ممكن يحصل فيها حاجه اسمها الليد وايبر ابيسيليوباسي. لو انا حصل عندي شويه كراتينيزيشن مع الانفلاميشن مع البليفرايتس مع البوليان ديس فانكشن مع اي تشينجز في الليد مارجن اريا بتعمل حاجه اسمها الليد وايبر ابيسيليوباسي. الليد وايبر ابيسيليوباسي برده بيست سين بالليسنج بريد. اقدر اعمل لها كوانتيفيكيشن وازاي ان انا اشوف السيكنس واشوف الاريا واخده قد ايه واشوف الويتس تمام. ولها جريدنج برضو زي ما احنا شايفين هنا فيرتيكال سبيكيولز هنا شورت هوريزونتال هنا كومبلاي. كل الحاجات دي لها سيجنيفيكانس ولها كورليشن مع كلينيكال بيكشر. يعني الحاجات دي كلها ببساطه ممكن العيان بيجي لك بيشتكي من حاجات وانت مش قادر تفسر، عملت بص تلاقي نورمال وبتاع وما انتش لاقي حاجه. انما لو انت بصيت ان ديبس، يعني انا اقول لك الستيننج دي انت بتبص بقى اكنك بتعمل هيستولوجيكال اوبجكتيف هيستولوجيكال ايفالويشن اوف ذا اوكلر سيرفيس، مش جاست انك بتبص كده نظره عابره، لا بيدي لك ديتيلز وات از جوينج اون ات ذا سيلولار ليفل. الماركس لاين برده بيبقى كورليتد مع المبوم ينجلان ديس فانكشن، دي برده كورليشن معاه. مهم قوي كمان ان انا الماركس لاين ده لو بصيته هلاقي المجد بيجي بايسكتنج ذا فانكتوم. لو عيان بيشتكي من ايبيفرا مش قادر افسر الايبيفرا ديت جايه منين او كده، لو انا لقيت البانكتوم ديت اوتسايد الماركس لاين معناه ان انا عندي ايرلي بانكتوم الكترونيك، انا كده شخصت اللي بكتر اظن قبل ما يحصل كلينيكال اوبزرفيشن، جاست ان انا لقيتها اوتسايد ذا مارك سلايم. طبعا دي مهمه قوي لو العيان بيشتكي من اوفرا ومش قادر افسر، شايف البنك مفتوحه وشايف كل حاجه مفتوحه ومفيش اي حاجه مشكله عندي واعمل له اريجيشن على اي بيتنت وانا مش قادر اشخص ان هو عنده بس مايل بنك الكتروبيوم، ممكن اديكت ات بحاجه بسيطه زي الليسن. طيب برضه نقطة سريعة، ازاي احط قطرة؟ انا جاي اتكلم ده بعد ازاي نحط قطرة. طبعا في حاجات كوشنز معينة، طبعا الستريبس دي لو هستخدمها لازم تبقى ويتد، احط عليها نقطة او اتنين سلايم اوتسايد واطمن ان الستريب دي شربت السلايم وعليها نقطة كويس، وبعدين المس في ناس المس التمبرال بارت او عند الناس يقولوا عند الساعه 12 بحس الداي تبقى ديفيوز على الاوكلر سيرفيس كله. مهم قوي ان انا ما اسيبش الداي على اخلي العين يعمل بلينكينج عليها او احطها ان كونتاكت وذ بلبر او بلبرا كونجنكتيف، لان دي هتعمل امبرنت وهتدي لي فولس نيجاتيف انتربريتيشن. دي النقطه مهمه. او لو انا بستخدم الفلوريدز، لو انا بستخدم اي دروبز اخد بالي كويس من الكونتامينشن بعيد تاني لانها ايزلي كونتامينيت. تمام. نشوف كده تاني، انا عندها ثلاث حاجات: الريد بنجال، الفلوريسين، الليسمين جرين. الفلوريسين بروفد ان هو افكتيف وسيف وليه فانكشناليتي كتيره جدا، اقدر اشوف بيه حاجات كتيره جدا، فده هيتنوا معانا وهيكمل ويعتبر الجولد ستاندرد. الروز بنجال هندي له علامه حمراء يعني يقف شويه، لان طبعا بروفد ان هو ليه سايد افكت كتيره اوريتيشن. مش معنى ان انا هبطل استخدمه خالص، لا استخدمه بالبريكوشنز بتاعته، وطالما طلع حاجه احسن تدي لي نفس الايفكت ونفس الريزلت وسيف وافكتيف وما تعملش، ليه ان انا ما ابداش استخدم الفلوريسنج وادي له جرين لايت يبدا يكمل معانا وابدا استخدمه. والحاجات دي كلها افيلبل وموجوده، وببساطه ممكن تطلع لي داتا كتير جدا اقدر اشخص بها غالبا. والحاجات دي غالبا الحاجات بتبقى ان اكسبليند كومبلينت للبيشنت، فبسهوله قوي ان انا اقدر اوصل لها. واتمنى ان يكون يعني المسج وصلت. لا جميل جدا يا اسامه والله، حاجه ممتازه ومتميزه إيه. وجديده، وان شاء الله تكون مفيده للجميع، ربنا يكرمكم. إيه. طبعا احنا بنشكر كل اتفضل دي واحده جاهز. نعم انا جاهز. طيب اوكي، احنا كنا بس الشركه كانت عايزه تقول حاجه، ممكن يا خالد دقيقه واحده اتفضل. ماشي دكتور مصطفى. انا سامح لك يا دكتور، اسرع وقت والنبي كده اتفضل. يعني ده هو دقيقه واحده اتفضل يا حبيبي.
احنا بنشكر حضراتكم جدا على البرزنتيشنز الرائعه والتنظيم الهائل يعني لليوم، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكون حضراتكم دايما. احنا كفارما ميديكا يهمنا جدا الكواليتي ستاندرد للبرودكتس ان هو يكون عالي جدا لينا سريعا. الفارما بريسكا بريمينت ريت 0.2% كجانكتيف او مونوثيرابي، الفارما تيموجان كبريمينت ريت 0.2% بلس تيمونول ميليت 0.5% كفيكسد كومباينيشن للجلوكوما، لينا الفارماستين كأنتي ألرجيك إيفانستين هيدروكلورايد 0.05%، الفارما تيرز ككربوكسيل ساليسيلوز 0.5%، الفارما جاتين كجاتي فلوكسين فورس جينيريشن فلوروكينيلون، والفارما بريد ككورتيكوسترويد بريدنيزولون أستيتون برسنت. بنشكر حضرتكم جدا، وده كده كان بريك. شكرا يا دكتور مصطفى، تسلم حبيبي. استاذ دكتور خالد ناجي هيتكلم على الاورب سكان كورنال توبوغرافي ان ريفراكتيف سيرجري. اتفضل يا دكتور خالد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور وليد جاهز ان شاء الله؟ الصوت واضح كده يا دكتور سعيد؟ جميل جدا، سلايد منوره. سعيد مع حضرتك. ماشي حبيبي. كورنيال توبوغرافي ان ريفراكتيف سيرجري. اي هاف نو فاينانشال انترست. الكورنيال توبوغرافي كان بورتري ذا انتاير كورنيا از ا سيرفيس ريليف ماب ديمونستريت اني ابنورماليتي في السنتر والميد بريفرال والبريفرال كيرفيتش. الكلاسيفيكيشن بتاع التوبوغرافي سيستم في 3 مين كلاسيفيكيشن: كيرفد بيزد اللي هو البلاسيدو بيزد ديسك اللي هو اونلي سيرفيس او بتسال عليه توبوغرافي عاديه. تاني حاجه الاليفيشن بيزد توبوغرافي وده بيدي انتيريو فلوت وبوسيريو فلوت والثيكنس ما بينهم اللي هو الباكيمتري، ودي تتسال عليها توموغرافي زي الاورب سكان، والدكتور وليد هيتكلم على البنتاكان. في بقى ميكسد تكنيك اللي هو البلاسيدو ديسك مع الشنفلك كاميرا زي السيريز والجاليليا. الاورب سكان سيستم ده بيتقال عليه سليت سكانينج توبوغرافي اند باكيمتري سيستم. ده الاكويزيشن تايم اللي هو اللايت بيروح من الليفت للرايت وبعدين من الرايت للليفت، وده بيدي الداتا اكنه سليت لامب وباكيمتري وتوبوغرافي في نفس الوقت. التايم بتاع الاكويزيشن هنا بياخد حوالي 1.2 سكند. طب اهميتها ايه؟ اهميتها ان هو بيضيع الفلاسز بتاعه البوستيريور اكتيزيا اللي كانت بقى تحصل قبل كده. اول اورب سكان كان بياخدها حوالي في 2 سكند وكانت بيحصل فلاسز اللي فيه بوستيريور اكتيزيا. البنتا كان بياخدها حوالي في 1.5 ثانيه برضه بيحصل فلاسز في البوستيريور اكتيزيا، انما الاورب سكان 2 و3 بياخدها ب 1.2 سكند، فده قلل قوي الفلاسز بتاعه البوستيريور اكتيزيا قبل ما العيان يحرك عينه. بيدينا 4 مابس: انتيريور فلوت وبوستيريور فلوت وكراتومتري وباكومتري، هنتكلم عليهم بالتفصيل هاو تو ريد الفور مابس دول. الاكزيال كيرفيتشر ماب او الكراتومتريك ماب اهم حاجه فيها 32% بتبقى سيمتريكال بوتاي او باترفلاي ابييرنس، 22 راوندد 20 اوفال، وبعدين 17 اسيمتريكال بوتاي، ودي مهمه جدا او اور جلاس، يعني في حوالي 17% من النورمال بتبقى اسيمتريكال بوتاي، مش اي اسيمتريكال بوتاي تشك انها كراتوكونوس، ودي النقطه دي مهمه جدا لازم توصل بقيه البرامتر، و9% الريجولار باتر. دي الايه الداتا اللي بتطلع لحضرتك او الصوره اللي بتيجي لحضرتك. ده بص اول حاجه على الكراتومتري، الكراتومتري ماب، وبعدين الانتيريور فلوت ماب، البوستيريور فلوت ماب، الباكيمتري ماب، وبعدين الداتا اللي انا معلم عليها بالاحمر دي قد ايه الاليفيشن في الانتيريور فلوت، قد ايه الاليفيشن في البوستيريور فلوت، الداتا اللي موجوده في السنتر بارت دول، وهنتكلم عليهم كل واحده بالترتيب، اللي هو السيم كي، ال 3 ملم ايرجولاريتي، ال 5 ملم ايرجولاريتي، وبعدين الداتا اللي في السنتر في النص، ودي برضه بالتفصيل هنتكلم عليها. دلوقتي ككلينيكال هاو تو ريد الاورب سكان، اول حاجه تبص للكراتومتري ماب، هل هي بوتاي سيمتريكال باتر فلاي الابر قد اللور ولا لا؟ هل هي فيرتيكالي الايند يعني في استجماتيزم ويز ذا رول، ولا هي هوريزونتالي الايند يعني استجماتيزم اجينست ذا رول، ولا اوبليك، وهل هي اسيمتريكال بوتاي ولا اور جلاس ابيرنس؟ زي الصور دي، دي هنا سيمتريكال بوتاي او باتر فلاي ابيرنس، دي اجينست ذا رول استجماتيزم او هوريزونتال بوتاي، دي اوبليك استجماتيزم، هنا دي اسيمتريكال بوتاي واور جلاس ابيرنس. وزي ما قلنا لحضراتكم حاله زي دي السكنس كويس ومفيش بوستيريور اكتيزيا، يعني دي وزن ذا نورمال فاريشن، ما هياش كراتوكونس، لان دي بتمثل حوالي جزء من 17% من الحالات. طيب الانتيريور سيرفيس اليفيشن لغايه 30 يبقى نورمال، البوستيريور سيرفيس اليفيشن لغايه 50 مايكرون يبقى نورمال.
هنا ده الانتيريور اليفيشن فلوت، ده بنحط الكريسور على الهايست اريا، هنا مدينا حوالي 8 هو نورمال لغايه ايه 30 مايكرو. البوستيريور فلوت بنحط برده الكريسور عليه، وده الاهم شويه عندنا عشان حالات الكراتوكونس او بتبدا في البوستيريور اكتيزيا، هنا 32 مايكرو برده ده وزن النورمال اليفيشن، احنا قلنا لغايه 50 بيبقى نورمال. طيب بنبص على السنترال سيكنس ماب وبنشوف السينست بوينت فيها، وبرضو في عندنا ان هي في حاجه اسمها نيوميريك اوفرلاي بيدينا برضو مالتيبل اريا كل السيكنس في كل اريا قد ايه. بنبص للسينست بوينت هنا ان ريليشن تو ذا سنتر اوف ذا كورنيا، يعني هنا 544 وقعها السينست بوينت دي بعيده قد ايه من السنترال بتاع الكورنيا، هنا 2.1 في الفيرتيكال و4 من 10 في الهوريزونتال، فده معناها انها دي مهمه جدا لو حاولنا اننا نشوف بعد السينست بوينت عن السنترال بتاع الكورنيا والديفرنس ما بينهم قد ايه، يعني السنتر 549 والثانيه 544 فالديفرنس ما بينهم 5 مايكرو، ودي هتهمنا بعد كده في السكور وفي الناج سكيل ازاي اننا تهمنا جدا ازاي نشخص الايرلي كراتوكونس. طيب بنبص بقى للسنترال امبورتنت داتا، اول حاجه فوق اللي هو السيم كي الماكسيمم والمينيمم، ويدينا الافريج استجماتيزم قد ايه الكي 1 والكي 2، يدينا 3 ملم زون وال5 ملم زون وبقيه الداتا اللي هي وايت تو وايت والبيبل دايمتر والكلام ده كله. هنبدا مثلا السيم كي والاستجماتيزم اللي هو موجود في الابر بارت ده بيدينا افريج للاستجماتيزم قد ايه، وبعدين نشوف ال3 ملم زون الريجولاريتي بتاعته اللي موجوده لغايه 2 بلس اور ماينس 2 دايوبتر، دي مهمه جدا. ال5 ملم الريجولاريتي لغايه 5 2.2 دايوبتر. طيب الاذر امبورتنت داتا زي الهوايت وايت دايمتر، الهوايت وايت دايمتر مهمه في ايه؟ مهمه انها برضو فيري اكيوريت، ودي مهمه برضو مش موجوده دي في البنتا كام، بتبقى صعبه جدا انك تحصل عليها، دي مهمه انك تشوف السيكنس بتاعه الايه الدايمتر بتاع الاي سي ال عشان ما يبقاش فيه الدايمتر عالي شويه ولا حاجه بتعتمد عليها في السايز بتاع الاي سي ال. البيوبل دايمتر بتقول لك البيوبل دايمتر اسكتوبك بيوبل، وخصوصا ان انت لو عامل اكزامينيشن في دارك اريا لازم انت البيوبل اللي طلعت لك مثلا 5 يبقى الابليشن على الاقل 1 ملم اكتر من الايه من البيوبل عشان ما يحصلش نايت جلير، فلو هي 5 ما تقلش عن 6 ملم ابليشن. طب السينس باكيمتري اقل باكيمتري قد ايه، ودي اللي بتعتمد عليها، تعتمد عليها لو لقيت مثلا السيكنس اقل من 500 يبقى ممنوع تعمل ليزك، لو لقيت السيكنس اقل من 460 ممنوع تعمل سيرفيس ابليشن، لو لقيت السيكنس اقل من 400 يبقى ممنوع تعمل كروس لينكينج، يبقى السينست بوينت هي اللي بتبص عليها مش السنترال سيكنس. طيب الريليشن للسينست بوينت مع السنترال سيكنس وقلنا دي مهمه جدا في الديتكشن بتاع السكور والناج سكيل، ازاي تديتكت بعدها عن السنتر قد ايه والديفرنس بينها وبين السنترال سيكنس قد ايه كم مايكرو. طيب الانتيريور تشامبر ديبس بقى نورمالي هو حوالي 3.2، ده بيفيدنا في ايه؟ ان الاي سي ال لازم ما يقلش عن 2.8، فدي برضه مهمه وبتبقى ايه؟ فيري اكيد. الكابا والكابا انتر سيبت دي عشان الاكسنتريك بيوبل والاكسنتريك ابليش. يبقى دي الداتا اللي موجوده كلها على الماشين اللي بتجيب. طيب الكلينيكال ابلكيشن للداتا بقى او الكراتوميتري ماب، هل انتم متابعين معايا كده الصوت كويس؟ تمام تمام كله تمام خالص يا خالد. الكراتوميتريك ماب انت بتبص ككلينيكال بقى بتبص للماب دي بتشوف السكيل اللي في الجنب ده، السكيل ده ممكن يبقى افري 2 دايوبتر افري نص دايوبتر بيسمى حاجه ابسوليوت سكيل او نورمالايزد سكيل. جيج كلايس عمل كلاسيفيكيشن وقال لا نوحد السكيل ده ونخليه افري 1 دايوبتر فبقى تسمى ستاندرلايزد سكيل اوف كلايس، عشان لما تشوف اللون ممكن تشوف يعني دي اصفر ودي احمر الاثنين نفس البيشنت ممكن تتلخبط ده اه ده فيه اكتيزيا شويه ولا حاجه ولا ده ستيب شويه، لا هو وحد السكيل لغايه 1 دايوبتر على كل الايه على كل المشين. طيب ادي الايه السيمتريكال بوتاي هنا عاليه جدا، والحاله دي فيها حوالي 7.2 استجماتيزم، 7.2 استجماتيزم. تبص لبقيه الداتا البوستيريور اكتيزيا هنا 29 احنا عندنا قبل 50، السيكنس كويس جدا، الارجولاريتي كويس جدا رغم انها 7.2 استجماتيز انما مش كراتوكونس. دي حاله ثانيه 6.5 استجماتيز 6.5 سلندر، البوستيريور اكتيزيا 40، الارجولاريتي كويسه، السيكنس كويس برضه مش كراتوكونس رغم انها 6.5 دايوبتر. انذر كيس برضه 5.4 دايوبتر والسيكنس 574
وكل بقيه الداتا كويسه جدا، رغم ان الكي ريدنج تلاحظوا حضراتكم هنا 49.2 و43.9 الديفرنس ده عشان هاي استجماتيز. طيب عملنا لها حاجه اسمها سكور، السكور هنتكلم عليه بالتفصيل قبل كده، رغم انها 5.5 دايبتر انما مدينا رادار ماب اللي هي دي جرين، جرين معناها نورمال، والسكور بالماينس ماينس 2.4، فده سهل جدا الدياجنوزس انها مش كراتيكول. انذر كيس لو نبص حضراتكم هنا للكي 1 وكي 2 الاثنين فيري هاي 49.3 و47.6 والاستجماتيزم قليل جدا، رغم انها فيري ستيب كورنيا انما سيكنس كويس ما فيش اي ريجولاريتي مجرد ستيب كورنيا، والسكور طلعها لنا انها ماينس 1.1 والرادر ماب جرين، يعني دي نورمال رغم ان التو كي ريدنج 49 وي و47 وي. طبعا دي افضل تتعمل لها سيرفيس ابليشن مش ليزك، لان الليزك دي ستيب قوي ممكن يحصل باتون هول في الفلاج. هنا دي تبص بقى للكي ريدنج هنا اسيمتريكال بوتاي، الاسيمتريكال بوتاي اهم حاجه فيها الجزء اللور اعلى من الابر، بس هنا فيرتيكال الايند يعني موجوده في نفس الميريديان رغم ان هو 7.5 دايبتر ودي حاله فيري رير، انما مفيش بالسيلو الاكتيزيا والسيكنس كويس جدا، فدي برضو مشكلات كونس. لما تقبل اسيمتريكال بوتاي فيها انجيوليشن زي كده تبدا بقى تخش تشك وتخاف، هنا في بوستيريو الاكتيزيا والسيكنس رغم ان هو 532 لكن بوستيريور كراتوكونس. ليه؟ الاسيمتريكال بوتاي فيها انجيوليشن او سكيوينج، لو ما يبقى اكتر من 20 انجل يبقى ده نشك في كراتوكونس. هنا طبعا دي حوالي 30 انجل في سكيوينج او انجيوليشن، يعني لاحظنا انها اسيمتريكال بوتاي وفيها انجيوليشن في نفس الوقت، ففيها بوستيريور كمان كراتوكونس، يبقى دي بوستيريور كراتوكونس دايجنوست. طيب المشين مهمه برضو في حالات ايه؟ بتدي حاجه اسمها بارا اكزيال اي موديل، بتدي طول العين قد ايه والكي ريدنج قد ايه. طب دي تفيدنا في ايه؟ تشخص لنا الميوب ده اذا كان كيرفيتشر ميوب ولا اكزيال ميوب، والبروجريسيف بتاعه لو البروجريشن بتاعه افضل في اي حاله فيهم. طيب هنا الليزك سيفتي تشيك اب بتدخل انت الداتا تقول انا هتعمل ماينس 8 وفلاب كذا، ده ممكن يحصل حاجه اسمها كورنيال اكتيزيا او ورنج نومجرام، النومجرام نفسه بيحدد لك ان الحاله دي ممكن يحصل لها اكتيزيا لو انت مشيت على الداتا دي. طيب بيقيس الانتيريو تشامبر ديبس من الاندوثيليوم للانتيريو تشامبر زي ما قلنا لحضراتكم النورمال 3.2، وده بيفيدنا في الاي سي ال اننا ما تعملهاش لو اقل من ايه 2.8. طيب التونومتري كوريكشن بياخد هنا حاجتين الكيرفيتشر والسكنس الاثنين ويعمل معادله لهم، يقول لك انت قايس السكنس هنا 18 لا هو الاكشوال بتاعه 15 وي، السيك كورنيا بتعمل اوفر استيميشن والسين كورنيا بتعمل اندر استيميشن. طبعا الدكتور طارق وضح الكلام ده ان هو طبعا في كورليشن بين السكنس، هنا ده بيعمل كورليشن بين السكنس والكيرفيتشر نفسهم، فده بيحدد لنا بالظبط الانترا اوكلر بريشر قد ايه. طيب تراك اي موفمنت، العيان لما بيحرك عينه يمين او شمال وانت اثناء الكشف بتشوف الاي موفمنت ده بانفراريد، ده بيديك داتا او انا بحب دي قوي ليه، بيخلي لك العيان ده كوبراتيف ولا نوت كوبراتيف، وبتقول لها كدمونستريشن للعيان ان انت حتى مع حركه عينك في حاجه اسمها اي تراكر دلوقتي بدل 3 دي بقى 5 دي، ان هو يقدر يتتبع حركه العين اللا اراديه بحيث الليزر ابليشن يجي في المنتصف، ودي طبعا مع الايه الليزك الجديد. طيب بيفيدنا في ايه تاني؟ حاله زي دي مثلا عنده 9 دايوبتر استجماتيزم كراتونس طبعا، وعايزين نعمل له كونتاكت لينس، فهو بيفيدك ان هو يديك الفلوروسين باتر اكنك حطيت فلوروسين، وبيديك البيست فيت سفير قد ايه والبيز كيرف بتاعها قد ايه اللي موجود، حطيت انت الكونتاكت لينس وادي صوره العيان والكونتاكت لينس اون، في لحظه واحده نزل الاستجماتيزم من 9 دايوبتر ل 1 دايوبتر والسكنس طبعا عالي عشان الكونتاكت لينس موجوده عليه، وطبعا ده بيفيدنا جدا لدرجه احنا بنعمل حالات الكراتوكونس بنعمل لها الكونتاكت لينس من غير فلوروسين باترن، هو بيديك الفلوروسين باترن اللي طالعه قد ايه والفيتنج بتاعها. طيب بيفيدنا في ايه تاني؟ لو في استجماتيزم عالي شويه الريلاكسنج انسيجن برضه، ده في حالات الاستجماتيزم في حالات الكاتراكت او الاي سي ال والحاجات دي ممكن تتعمل بدايموند نايف زمان او دلوقتي بالفيمتو، سهل قوي الانسيجن اللي موجود وبيديك الميريديان اللي تشتغل عليه والدبس قد ايه وكل حاجه موجوده، فبيساعدك قوي في الحاجة. طيب في حاجه ثالثه برضه اللي اسمها كونتاكت لينس رابج او ويربج، في تلاقي في ستيب اريا في السنتر وفي ثيننج واكتيزيا في اللور بارت،
ونوت كونكتد للسنترال بارت. دي تسمى كونتاكت لينس ويربج، معناه ان العيان ده وهو لابس الكونتاكت لينس لفتره طويله لازم تعيد له الابليشن تاني او التوبوجرافي تاني، وياخد تيك اوف الكونتاكت لينس لو سوفت 1 ويك لو هارد 2 ويكس. طيب الدراي اي ممكن يديك دراي سبوت كده، ودي مهمه جدا. انا بعمل كل الحالات التوبوجرافي بنفسي، لازم احط قطره عيان او ليكو في المتير او تير سبستيتيوت على السنتر عشان ما يبانش الدراي سبوت دي، ولو لقيتها ممكن تعيد الايه الابلكيشن تاني او تعيد التوبوجرافي تاني. طيب نقطه مهمه تاني، لو في كورنيال سكارنج او في هيزنس بيعمل اندر استيميشن للسيكنس ويديك فولس وستير الاكتيزيا، فمهم جدا الحالات دي لما يجي مثلا حالات عنده اوباستي او فينت نيبولا او الكلام ده كله، افضل انك تقيس بقى بالتراسونيك باكيمتري، لان الاوبتيكال باكيمتري سواء اورب سكان او بنتا كام بيحصل اندر استيميشن للايه للسيكنس دي. برضو انسينا نقول ان السيكنس لو هو عالي شويه، لو في فيري سيك كورنيا او في هايبر متروب، بيحصل فالاسيز في الشين فلاك كاميرا بتاعت البنتا كام انه بيدي فولس بوستيريور اكتيزيا، عكس البنتا كام اللي ما بيديش فولس بوستيريور اكتيزيا في الهاي هايبر متروب او في الفيري سيك كورنيا. دي برضو من الادفانتج بتاعته. ناو هاو تو دايجنوز الايرلي كراتوكونس، عندنا البوتاي او كي ريدنج اهم ثلاثه اللي هو انفيريور ستيبنج او اسيمتريكال بوتاي او اسيمتريكال بوتاي وفيها سكيوينج. في حاجه اسمها نورمال باند سكيل بيديك كله اخضر، لو اداك اي احمر كده معناه انها كراتوكونس. دي تيبيكال شيب كراتوكونس سين كورنيا واسيمتريكال بوتاي وستيريور اكتيزيا، دي فيري ادفانسد كراتوكونس والسيكنس قليل والكي ريدنج عاليه. هنا بقى في حاجه اسمها تريانجولار رايت انجل تريانجل، البوستيريور اكتيزيا مع السينست بوينت مع الهاي كي ريدنج، لو عمل رايت انجل يبقى دي دايجنوستيك للكراتوكونس. هنا ده لو كل في الميجرنج لاين في السنتر والاكتيزيا تحت اللاين ده يبقى دي كلينيكال كراتوكونس، كان بي دايجنوستيك كلينيكالي. لو هي اسيمتريكال بوتاي وفي بوزيتيف كراتوكونس اندكس تبقى دي سب كلينيكال كراتوكونس، دي النيجاتيف لاين. طيب عملنا كلاسيفيكيشن اللي هي خدنا كورنيال باور وسيل اكتيزيا كورنيال سيكنس الاي ان دي اس فاليو والريجولاريتي، خمسه بارامتر عملنا عليهم سمبل كلاسيفيكيشن للكراتوكونس مايلد ومودريت وسيفير، دي ناجي الاسود كلاسيفيكيشن. جيت بوش اند لوم خدت السكور زودت عليهم 1 بارامتر وبقوا 6 سكيلز، وعملت حاجه اسمها السكور اناليسيس، وعملت حاجه اسمها رادر ماب. رادر ماب جرين زي الاشارات المرور، جرين يبقى نورمال ويديك بالماينس، يلو يبقى سسبكت ولغايه بلس 1، لو هي بالبلس يبقى كراتوكونس، فسهلت جدا الدايجنوزيس بتاعت الكراتوكونس. زي حاله زي دي كلها جرين وبالماينس يبقى دي نورمال. فجينا احنا عدلنا على السكور وعملنا حاجه اسمها ناجي سكيل، زودنا 2 بارامتر الكورنيال باور، لان الكورنيال باور من الحاجات المهمه جدا للدايجنوزيس كراتوكونس، وال5 ملم ريجولاريتي، لان طبعا الكون بيبقى موجود عند الاريا بتاعت ال5 ملم، وانا في رايي انها مور اكيوريت عن 3 ملم ايرجولاريتي، وعملنا حاجه اسمها ناجي سكيل وقارناها بالسكور سنسيتيفيتي والسبيسيفيتي، ونشرناها في الاوفثالمولوجي في 2019. وهنا بقى الحالات اللي هي كيسز ميميك كيراتوكونس اللي هي انفيريور او سوبيريور انفيرتد كيراتوكونس، دي زي كيراتوكونس بس انفيرتد للابر. دي حاجه اسمها كيراتو جلوبس، الكيراتو جلوبس زي كيراتوكونس بس الانتيريور والبوستيريور فيري هاي، وكل الاريا دي فيري هاي، وطبعا الويتس بتاع الدبس بتاع الانتيريور تشامبر هنا 5.2 بيبقى عالي، ده اللي تشخصها بينها وبين الكراتو جلوبس والكراتو كونس. الكراتكتيزيا معناها ان في البوتاي نورمال بس في بوستيريور اكتيزيا. البلوزيت مارجن ديجنريشن بقى او كراتو تورس لو هي تيبيكال اجينست ذا رول استجماتيز كونكتد في اللور بارت سنترال فلاتنينج ليها فيش ماوسنج ابيرنس، ودي بتسمى كراتو تورس او بلوزيت مارجن ديجنريشن، او ممكن بس تكون اجينست ذا رول استجماتيز. لذلك الاكتيزيا بريفنشن نوجرام لقوا اي اجينست ذا رول استجماتيز ما بيعملوش ليزك، لو هم شكوا ان هي اتيبيكال بلوسيد ممكن يعمل له سيرفيس ابليشن لو بقيه الداتا كويسه جدا. يبقى دي كولكتيفلي ده الكراتوكونس شيب، ده الكراتوكلوبس كلها هاي ستيب، ده الكراتكتيزيا نورمال بوتاي، البلوسيد مارجن ريجنريشن فيست ماوسنج ابيرنس اجينست ذا رول استجماتيز سنترال فلاتنينج وكونكتد في اللور بارت. طيب الديفرنشال ماب بقى في الليزك ده البوتاي العاديه وده الابليشن بعدها، فبيديك الديفرنشال ماب بعد الليزك قد ايه، وده ممكن تبقى ان 3 دي بين الشكل بتاعها. التوبوجرافي باترن افتر الليزك كلنا بنحب نشوف اللي هو اليونيفورم باترن ده،
ده مع التقدم الماشين ومع الاي تراكر وكده اغلب الحالات بتطلع يونيفورم ابليشن، ما بتبقاش اكسنتريك ابليشن ولا اي داتا من الاذر ابليشن اللي موجوده دي. طيب في حته مهمه جدا ان هنا دي ملاحظين سنترال فلاتنينج سموس فلاتنينج، السيكنس قليل جدا والكي ريدنج قليله يعني فلات كي ريدنج وفي بوستيري اكتيزي، يبقى دي بوست ليزك اكتيزي. يبقى عشان تشخص بوست ليزك اكتيزيا تلاقي في سنترال فلاتنينج الكي ريدنج قليلين جدا 39 37 في بوستيري اكتيزيا والسيكنس قليل، يبقى دي بوست ليزك اكتيزيا. بيساعدنا بقى في البيشنت اديوكيشن انك بتوريه 3 دي شيب وتعرفه الداتا اللي موجوده دي الكورنيا اللي بتشغل عليها ودي البيوبل وايه، بتبقى ديمونستريشن كويسه جدا للبيشنت نفسه. يبقى المسج تيك هوم لو لقيت 1 ابنورمال ماب يبقى جيت كوشس، لو في 2 ابنورمال مابس يبقى جيت كونسيرن، لو في 3 ابنورمال مابس يبقى ده كونتر اندكيشن للريفراكتيف سيرجري. وثانك يو فيري ماتش فور يور انتريست. شكرا يا دكتور خالد، طبعا تمكنك في الاورب سكان والسهوله والبساطه والسلاسه اللي بتتكلم بيها شيء ممتع جدا، ربنا يوفقك ان شاء الله. دلوقتي معانا الاستاذ الدكتور وليد علام. جاهز يا وليد؟ انا جاهز معاك يا دكتور سعيد. معلش انا عاوزك تنطق انت العنوان بتاع البرزنتيشن بتاعتك. ان شاء الله، لحظه بس احمل الفيديو. ماشي. اوكي كده ظاهر عند حضراتكم؟ تمام. اوكي، هو يعني النهارده ان شاء الله انا هتكلم على الشاينز اوف ايمجينج بيزك برينسيبلز اند انتربريتيشن. الحقيقه انا هحاول يعني بالراحه كده يا وليد اقول تاني كده الاسم. شاين فلوج ايمجينج. شاين فلوج 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 شاين فلوج ايوه البي سايلنت سو اتس شاين فلوج ايمجينج بيزك برينسيبلز. بتسرقها كده بسهوله فطبعا عشان الناس تعرف. شاين فلوج شاين تمام شاين فلوج جميل. فخليني اقول الاول يعني انا احاول انه انا ان شاء الله يعني هوفق ما بين اللي حضرتك طلبته مني اللي هو يعني لما نمسك البرنت اوت ان احنا نعرف نعمل انتربريتيشن لها وانه يبقى في حاجه هنت كده ادفانسد شويه. فخليني الاول بس هقول الديفرنس بين توبوغرافي اند توموغرافي. سو توبوغرافي فيرسس توموغرافي، يعني هنفصص الكلمه ان توبو مينز تو بليس انك يعني تحط حاجه في مكان، والجرافين از تو رايت. سو توبوغرافي مينز تو ديسكرايب ذا فيتشرز اوف ا بليس. على العكس التوموغرافي يعني زي ما احنا شايفين ان ده كات سكشن. سو توموغرافي از تو كرييت اند ديسكرايب ا كات سكشن اوف ان اوبجكت، وده احنا فاميليار معاه من قبل الاوفثالمولوجي في السي تي سكان بتاع الديفرنت بارتس اوف ذا بودي. الصوره اللي هي اللي على الشمال هنا ده الانسايد او الانتيريور اوف ذا ايرث، ده كات سكشن. سو لو هنقول التوبوغرافي ده سيرفيس فيتشرز، التوموغرافي ده انا بتكلم عن كات سكشنز. لو هنطبق الكلام ده على الكورنيا، سو الكورنيا التوموغرافي از يوز تو اكزامين ذا فرونت اند باك سيرفيس اوف ذا كورنيا along with the bathymetric mapping it computes a three dimensional image of the cornea and the anterior segment of the eye. زي ما احنا شايفين الصوره اللي موجوده ده الفرونت سيرفيس اوف ذا كورنيا الاخضر، الباك سيرفيس الازرق ده عباره عن الايريس، واليلو ده الانتيرور سيرفيس اوف ذا انتيرور لينس كابسول. في ديفرنت موداليتيز وتكنولوجيز الحقيقه عشان نعمل بيها كورنيال توموغرافي. كان اولهم طبعا واشهرهم زي ما استاذنا الدكتور خالد اتكلم على السكاننج سليت تكنولوجي اللي هي ممثله في السكان بانواعه، الروتيتنج شاين فلو كاميرا زي ما هنتكلم، الانتيرسمنت او سي تي ده تكنولوجي ثانيه مش مجالها النهارده. الاول خليني هركز على الشاين فلوج برنسبل. يعني ايه كلمه شاين فلوج؟ يعني ايه البرنسبل ده؟ يعني ايه بالظبط؟ هو الفكره ببساطه خالص انه it describes the method involved in photography of objects when their plane is not parallel to the film of the camera. يعني ببساطه خالص لو هنتكلم على الاوردينري كاميرا اللي في ايدينا او اللي في الموبايل، هي بتعتمد او يعني البيست كواليتي منها خدها في حاله واحده بس، انه يكون الاوبجكت بلين اللي انا بصوره واللينز بلين وراهم الايمج بلين اللي هو الفيلم بلين، الثلاثه يبقوا بارلل لبعضهم. ده كده انا هاخد البيست كواليتي من الايمج اللي انا بصوره. سو ان ان اوردينري كاميرا بوث ذا لينز بلين ايمج بلين اللي هو الفيلم بلين يعني اند بلين اوف فوكس اللي هو الاوبجكت اللي انا بصوره ار بارلل تو ايتش اذر. اف ا بلانر اوبجكت such as a wall is also parallel to the lens and image planes it can coincide
the point of focus on the entire subject can be captured sharply. زي ما بقول كده ان الاوبجكت كان اللينز وبالتالي وكمان الفيلم بالثلاثه بارلل تو ايتش اذر. الحقيقه مش ده اللي حصل في الكورنيا وفي حاجات ثانيه كتير. If the subject plane is not parallel to the image plane, it will be in focus only along a line where it intersects with the point of focus. الصوره دي الحقيقه يعني لو انا قاعد على مكتب وقدامي كتاب انا بصور الكاميرا كده والكتاب ده موجود كده وبالتالي البلينز ماشي فرق اللي بعضها وبالتالي انا هاخد شارب فوكس في ستريب واحده بس ان ذا ميدل قدامها ووراها هبقى دي فوكس. عشان كده بتوظف الشاين فلوك برنسبل. دي صوره يعني اللي على الشمال لو انا بصور المنظر ده بكاميرا عاديه خالص هلاقي جزء بس ستريب رايت ان ذا ميدل دي بتبقى فوكس اللي قدامها اوت اوف فوكس اللي وراها اوت اوف فوكس. الصوره اللي على اليمين دي بالشاين فلوك برنسبل فكرته ببساطه خالص انه انا عندي اللينز بلين هنا بيبقى تيلتابل او ادجستبل بمعنى ايمج بلين والسبجكت بلين في ما بينهم انجل. اللينز بلين بيبقى رايت ان ذا ميدل بيعمل انترسكشن او بيقسم لي الانجل دي نصين زي ما احنا شايفين ده الدياجرام اللي على اليمين واللي على الشمال ده كاميرا بتشتغل بالشاين فلوك برنسبل زي ما احنا شايفين في زي اكورديون موجود هنا بحيث ان هو يخلي لي اللينز بلين يبقى تلتابل بالشكل اللي انا شايفه ده. So the shine fluke principle requires that the plane containing the slit beam اللي هو الحاجه اللي انا بصورها او البلين اوف فوكس اند ذا ايمج بلين انترسكت ات وان بوينت اللي هي هنا الزاويه دي بتبقى بتتقسم باللينز بلين. معلش يا وليد معلش كله تمام يعني هي الانجل ثابته ولا انا بظبطها مع كل صوره؟ الانجل بتظبطها الانجل بتاعت اللينز الفيلم بلين ثابته والانجل بتاعت اللينز بلين دي انت بتظبطها على حسب الانكلينيشن بتاع الاوبجكت بلين. وايه الدليل بتاعي ان انا اظبط بيها؟ نعمل فندم الدليل بقى يعني انا بميلها قد ايه عشان اوصل لايه وابدا اصور. هي اللينز بلين بتبقى عند زاويه في النص ما بين الايمج والسبجكت. يعني لو مثلا السبجكت تلتت بالنسبه للايمج بلين ليتس سي مثلا 70 ديجريز انا هخلي اللينز بلين 35 بالظبط كده. طيب ماشي ربنا يوفقك. الكورديون اللي هو موجود في العدسه اللي على الصوره اللي على الشمال زي ما حضرتك شايف تمام تلتت او ادجستبل لينز. بعتذر عن المقاطعه لان انا لسه ما كنتش فاهم امر حضرتك. شكرا حبيبي. البرنسبل ده توظف في تكنولوجيز كتيره جدا في العين من ضمنها عشان طبعا نعمل توموجرافي التوموجرافي اسف البنتاكام الاوكولايزر البرسيزو الجاليلي التي ام اس 5 والسيريوس. في طبعا في حاجات بيور شاين فلوك في حاجات هايبريد يعني افيلبل برضو منها عندنا هنا اللي هو السيريوس ده عباره عن شاين فلوك ومعاها بلاسيدو. بس خلينا نتكلم على البنتاكام تحديدا زي ما احنا شايفين صورها هنا. It's a non-contact optical system that has been designed to image the anterior segment of the eye. بتشتغل عن طريق ان بيكون في rotating shine flow camera perpendicular to the monochromatic slit light زي ما احنا شايفين الصورة اللي هي تحت على اليمين دي. الجزء البيربل ده عبارة عن الكاميرا ودي بتروتيت 360 degrees. السلات اللي في النص دي عبارة عن بتبقى ديود source. هي هو ديود مش اوردينري لايت وده هيمثل فرق كبير جدا ما بينها وما بين الورب سكان في الكواليتي بتاعت الصور وبالذات في البوست اوبتيك. It creates 50 slit images of the anterior segment. بعد كده بتتاخد يعني كل سكان من دول فيه حوالي 50 بوينتس يبقى 50 في 50 ب 25,000 داتا بوينتس. بعد كده في كاميرا ثانيه بتصور بحيث ان هي تتراك الانابروبريت اي موفمنت بحيث انها تعمل لها كومبنسيشن في الصوره. بعد كده طلع في موديل اسمه اتش ار فيه سوفت ويرز ثانيه زي الفيكك اي او ال ده بيديني بريدكشن للسايد بتاع السوفت وير اللي انا طلعه. لكن هو البرنسبل واحد انه انا عندي هاي كواليتي هاي ديفينيشن ايمجز بتتاخد 50 سكانز بتطلع لي عدد كبير جدا من الداتا بوينتس. It calculates data for corneal topography سواء anterior او posterior lens corneal surfaces. بالتالي هتطلع لي الثيكنس هتطلع لي الاي سي دي اللينز اوباسيفيكيشن واللينز ثيكنس. الحقيقه انا مش هستطرد كتير في الجزء اللي هو يعني الاستاذ الدكتور خالد غطاه بشكل اكثر من ممتاز الحقيقه اللي هو الديفرنت فاريانس لان هي يعني بريتي ماتش سيميلر تو ذا اورب سكان في الجزئيه دي. نقطة بس اللي عاوز اقولها قبل ما اشرح الكلام ده ودايما بقولها يا جماعه احنا مش بنشخص ورقه احنا مش بنتعامل مع ورقه لان انت ببساطه خالص ممكن العيان يعمل حركه معينه او يبقى دي سنتر ده يبقى في تلت العين وهو بيصور الصوره دي يجي لك بمنظر يخليك تلف حوالين نفسك. انت بتشخص كيس الكيس دي عباره عن
patient يعني age يعني gender يعني visual acuity يعني استسلام examination للكورنيا يعني topography أو tomography. ده آخر حاجة أنت بتبص لها. وما لم يكون الكلام ده كله coinciding مع بعضه الدنيا لازم تبقى matching to make sense مع بعضها. يعني pretty much the same بالنسبة للprint out بتاعنا اللي هو الكلاسيك display بتاعنا اللي هي بنسميها full match refractive. بتطلع لي gravimetric map اللي هي فوق على الشمال تحتها الباكيمتريك ماب على اليمين فوق الانتيريور اليفيشن وتحت البوستيريور اليفيشنز. دكتور خالد طبعا مشكورا. نتكلم بقى الكراتومتريك ماب هنعبر عنها يعني هل هتبقى ريبريزنتد ان اكزيال فاشن ولا تانجنشال. الاليفيشن مابس يعني برضو فكره سريعه عنها كده ان انت بتاسوم ان في بيست فيت سفير تو فيت وذ ذا كورنيا اوف ذا بيشنت تركب الاثنين مع بعض. Points of the cornea that fit below the best fit sphere حيبقى لونها أزرق. Points of the cornea that fit above the best fit sphere حيبقى لونها أحمر وهكذا. وبالتالي بيطلع الكالر كود الماب اللي احنا شايفينها هنا. يعني ببساطة خالص أنا لو هبص على النقط الزرق دي سواء فوق أو تحت يبقى دي الحتة دي كانت below the best fit sphere سواء هنا أو هنا. الجزء اللي هو اليلو أو باللون الأحمر ده بيبقى above the best fit sphere. معنى كده أن الكورنيا دي كانت هنا below the best fit sphere وهنا below the best fit sphere وهنا اعلى. ومعنى كده انه انا عندي الكيرفتشر في الفيرتيكال ميريديان اعلى يبقى ده التيبيكال باترن بتاع الويز ضروري استجماتيزم. نفس الكلام في البوستيريور اليفيشن. باكيمتريك ماب طبعا يعني طبعا الميزه فيها سواء في البنت كان او في الابسكان انا مش باخد سنجل بوينت ميجرمنت زي في الالترا ساوند باكيمتر. لا انا باخد ديتيل ماب على الكورنيا كلها وبتديني الديستريبيوشن. واهم طبعا الديستريبيوشن او البروجريشن اوف ذا ثيكنس من السنتر للبريفري اهم بكتير جدا من ان ناخد سنجل فاليو في السنتر وابني عليها ديسيجن. الكلام ده هنشوف له امبليكيشنز بعد كده. وطبعا في السامري بتاعتنا اللي هي بتبقى برضو على الليفت هاند سايد اوف ذا برنت اوت بيديني الداتا بتاعت الفرونت اوف ذا كورنيا الريديوس اوف كيرفتشر الكي ريدنجز الاكسس اوف سلندر. نفس الكلام بالنسبه للباك الباكيمتريك داتا البيبل سنتر كان السيكنس قد ايه الايبكس قد ايه السنس لوكيشن قد ايه الكي ماكس كام. بيديني بعض الداتا بقى الثانيه الفوليوم اوف ذا كورنيا الانتيريور تشامبر فوليوم الاي سي دي وايت تو وايت البيبل دايامتر اللينز السيكنس. طبعا هنا بلانك لان العيان مش متوسع انما لو الحاله دايليتد هيبقى فيها اللينز ثيكنس. يعني دي اكزامبل سريعه كده برضو استاذ الدكتور خالد غطى الجزئيه دي احسن مني كتير. اكزامبل ده كراتوكونيك بيشنت انذر كيس اوف كراتوكونس. هنا ده بوست ليزك اكتاجا زي ما احنا شايفين هنا الستيبنينج اكتر في الجزء اللور وفي فلاتنج. لو هنبص هنا هنلاقي الكي ريدنج 39 و40 فطبعا دي بوست ليزك اكتاجا. الحقيقه يعني مش ده المين توبيك ولكن انا هتكلم عن حاجتين بقى يعني تفصيلا شويه اللي هم البلن امبروزيو ديسبلاي وحاجه ثانيه اسمها الاي بي سي دي بلن اي بي سي دي كلاسيفيكيشن او ستيجنج للكراتوكونس. البلن امبروزيو انهانس ديكتاجيا ديسبلاي او اختصارا بلن امبروزيو ديسبلاي البي اي دي او بات ده عباره عن برنت اوت سيبريت انا باخده من البنتا كام وده بيديني ديتيل ديسكريبشن للكورنيا افتر بروسيسنج باي ا سبيسيفيك واي بس ان انا ده بيزود السنسيتيفيتي بتاع البنتا كام فور ديتكشن اوف كراتوكونس. So it combines elevation-based and pachymetric corneal elevation data in one display وبيبقى الـ elevation to the left and pachymetric to the right. زي ما احنا شايفين ده الـ typical أو الـ classic bad أو Bellin Ambrosio display. النص اللي على الـ left-hand side ده بنسميه الـ elevation analysis والنص اللي على الـ right-hand side ده بنسميه الـ thickness أو الـ pachymetric analysis. حاول نفهم إيه اللي Bellin Ambrosio عملوه. هو بالظبط ببساطه خالص فكره الاليفيشن مابس بشكل عام سواء اللي موجوده في الاورب سكان او في البنتا كان فيما يخص الكلاسيك ديسبلاي بتاعها ان هو بيقارن الهايز اند لوز على الكورنيا النقط العاليه والنقط اللي فيها ديبريشنز بحاجه اسمها بيست فيتس. ببساطه خالص زي ما بنتكلم في الخرائط بتاعه الجغرافيا اللي هي العاديه احنا بنقارن سواء البحر او الجبال او المرتفعات او المنخفضات بريفرنس سيرفيس اللي هو في الحاله العاديه بيبقى السي ليفل. الحاجات اللي اقل من السي ليفل بتاخد لون معين الحاجات اللي اكتر من السي ليفل بتاخد لون معين وهكذا. نفس الكلام بالنسبه للاليفيشن مابس سواء اللي هي في اي توموغرافي هو بيعملها. الزياده هنا في الباد او في البلن امبروجي ديسبلاي ان هو جاب لي الاليفيشن داتا ان كومباريزن او ان ريليشن تو بيست فيت سفير عادي خالص زي ما احنا شايفين في الديسبلاي اللي موجود هنا ده. الكولم اللي على الليفت ده في الفرونت سيرفس اوف ذا كورنيا الثلاثه دول ده كده فرونت واللي على اليمين ده باك سيرفس اوف ذا كورنيا. طيب
الجزء اللي فوق هو هنا عمل لي comparison of the front and back surfaces of the cornea against what's called the standard best fits fee. الجزء الميدل هنا عمل لي comparison of the front and the back surfaces of the cornea against what's called the enhanced reference surface, وده الديفرنس. هنفهم الكلام ده من المنظر هنا. بيلن وامبروزيو عملوا enhanced reference surface بناء على ايه؟ الستاندرد بيست فيت سفير بيتعمل كنوع من الافريجنج اللي ما بين the highest and the lowest points of the cornea. زي ما احنا شايفين لو اللي لونها تركواز او لبني دي اكتاتيك كورنيا, كورنيا فيها جزء بولجنج من الميدل, هو بيشوف اقل نقطه فيها واعلى نقطه فيها, وبيفترض ان البيست فيت سفير حاجه الكيرفتشر بتاعها ميدوي ما بين اعلى حاجه واقل حاجه, ويبدا يعمل سوبر امبوزيشن للي هو الفيرتشوال سيرفيس ده على الاكشوال كورنيا, ويبدا يعمل ديسكريبشن للنقط اللي اعلى والنقط اللي اقل من السيرفيس ده دايفتر. جيب بيلن وامبروزيو قالوا لا احنا هنعمل اكسكلوجن للسنترال 3 تو 4 ملم اوف ذا كورنيا, ومش سنترال بيزد على الايبكس, لا هي الاربعة او 3 او 4 ملم دول هيبقوا سنترد على السينست باكيمتريك لوكيشن اوف ذا كورنيا. يعني هيعمل اكسكلوجن ماب, اكسكلوجن ماب دي هيجيب لها best fit sphere based على الكورنيا after exclusion of 3 to 4 millimeters centered on the thinnest tachymetric patient. وحيبدأ يفصل أو يفاشن best fit sphere based على الكورنيا الجديدة بعد ما عمل exclusion للإكتاتيك بارت اللي فيها ده, ويبدأ يشوف لي مين فوق ومين تحت best fit sphere ده. هو ببساطة خالص ده يعني نوع من أنواع screening للكراتكونس, فهو بيشيل الجزء الاكتاتيك ويعمل بيست فيت سفير جديد على الكورنيا من غير الاكتاتيك بورشن ده, ويبدا يشوف لي الشكل اللي هيطلع هيعمل ازاي, وبالتالي هيطلع لي الخط اللي هو الاحمر اللي تحت ده, ده هنسميه انهانسد ريفرنس سيرفيس. وبالتالي فوق ده تراديشنال بيست فيت سفير, اللي تحت اسمه الانهانسد ريفرنس سيرفيس, وده اللي توظف في البيلن امبروز. دول تو ديفرنت ديسبلايز, اللي على الشمال ده بتاع النورمال كورنيا, ده الليفيشن اناليسيس بتاع النورمال كورنيا, اللي على اليمين الليفيشن اناليسيس بتاع النورمال او اكتاتيك كورنيا. خلينا نبدا على الشمال اللي هم التو فيجرز اللي فوق, ده النورمال كورنيا كومبيرد تو ذا بيست فيت سفير على الشمال هنا, ده الفرونت وده الباك. اللي بعده عمل كومباريزون تو ذات نور كورنيا ان كومباريزون تو دي هو enhanced reference surface after exclusion of 3 millimeters exactly. طبعا مكتوبة هنا, لو احنا بصينا هنا exclusion of 3 millimeters total diameter 8 millimeters, بس هنا في exclusion من 3 millimeter, طلعت لي الأرقام دي. التالتة دي مش map, التالتة دي numerical display للفرق ما بين ده وده, يعني بيطرح أي value مثلا, وليكن أنا هنا دي كانت 33, هنا 32, هلاقي هنا واحد, هنا مثلا الرقم ده كان 20, I hopefully ان الارقام تكون واضحه عند حضراتكم. هنا الرقم واضحة, ده واضحه هنا 20, يبقى هنا 0. فاذا الباتوم ده ديفرنس ما بين ده وده, هنا للباك وهنا للفرنت. طبعا لو هي نورمال كورنيا مش هيبقى فيه فرق كبير خالص في الارقام, ولكن لو بصينا بقى على المجموعه اللي على اليمين هنا, it's really a big difference, وهو الحقيقة عامل لها سكيلينج. لو الفرق أقل من 12 ميلي هيبان بلون جرين, لو من 12 ل 16 مايكرون آسف هيبان بلون يلو, لو أكتر من 16 مايكرون هيبقى ريد كلر. وبالتالي هو هنا بقصة الانهانسد ريفرنس سيرفيس, هو هنا عمل اوجمنتيشن أو اكسنتويشن للأبنورماليتي اللي موجودة في الكورنيا, بحيث إن هو يقول لي هنا إن دي أبنورمال أو اكتاتيك كورنيا. فده اللي هو الجزء بتاع الاليفيشن اناليسيس. الباكيمتريك اناليسيس ده اللي هو الموجود على الرايت هاند سايد, ده الحقيقه يعني برضو مش هدخل في تفاصيله كتير عشان الوقت, ولكن يهمني فيه التو كيرفز اللي موجودين تحت دول والسمري بتاعهم. نقطه بس ناخد بالنا منها, ان في الثيكنس اناليسيس هو هنا بيعمل اناليسيس للرينجز اوف ذا كورنيا, السنتر بتاعي هنا هو الثينست باكيمتري مش الاناتوميكال vertex أو apex of the cornea. التو كيرفز دول ببساطة خلاص عشان نقراهم, الكيرف الأولاني اسمه CTSP اللي هو Central Thickness Spatial Profile, ده عبارة بالضبط عن يعني رسم بياني للثيكنس بتاع الكورنيا. هنا ده الزيرو اللي هي السينست بوينت, هنا 2 ملي سيركل من السينست بوينت 4 6 8 10, وهنا دي بالمايكرونز, بحيث ان هو بيقول لي انه انا عند الزيرو بوينت اللي هي السينست بوينت كان الثيكنس قد كده,
عند 2 ملي بقد كده، 4 بقد كده، 6 بقد كده وخلاص. فهو بس مجرد ان هو بيحط لي نقطه عند كل مكان ويقول لي الثيكنس كان قد كده. البي تي اي اللي هو البرسنتج اوف ثيكنس انكريز، ده اللي تريكي شويه، لانه اللي على الشمال هنا هنلاحظ ان دي نسبه مش رقم، برسنتج مش رقم. فالبي تي اي بتتحسب ازاي؟ بيجي ياخد اللوكال باكيمتري عند اي بوينت، يطرح منها الثينست باكيمتري ويقسم على الثينست باكيمتري والنسبه اللي تطلع يحطها لي هنا. بمعنى لو انا بتكلم هنا عند الزيرو، ليتس سي مثلا ان الثينست باكيمتري كان 500 وانا هنا عند اللوكال بوينت اللي هي عند زيرو، ف 500 ناقص 500 بزيرو على 500 يبقى زيرو، بيحط لي زيرو في النقطه دي. لو انا جيت عند 2 ملي هنا اللوكال ثيكنس كان 550، يبقى انا هقول اللوكال باكيمتري 550 ناقص الثينست اللي هو 500 يبقى كده 50 على ال 500 يبقى كده 10%، هيحط لي نقطه قدام ال 10% وهكذا. فيها بقى مينيمم وفيها ماكسيمم اللي هو الستاندرد ديفيشن. طول ما انا في النص بين الكيرف ده انا كده في النورمال، ولكن لو بصيت هنا ده ديسبلاي النورمال كورنيا دي على الليفت هاند سايد، الرايت هاند سايد دي ابنورمال كورنيا، بلاقي البي تي اي نازل بعيد قوي. بمعنى كده ان في بروجريشن فروم ذا ثينست تو ذا بريفري بشكل مبالغ فيه اكتر من النورمال كورنيا. ده ببساطه الباد او البلن امبروزيون هاز ديجيتس. فاضل لي 2 3 سلايدز بس عن الاي بي سي دي ستيجنج. الحقيقه بالنسبه للبلن اي بي سي دي ستيجنج، ملاحظ انه يعني كل الليتريتشر او كتير او في المؤتمرات او في البيبرز او في الرسائل اللي بنشرف عليها كله لازم يحط الاي كي او الامسلر كرومكس كلاسيفيكيشن فور كلاتكوس. الحقيقه ده 1 تو 4 ستيجنج كلاسيفيكيشن ستيجنج سيستم من سنه 1947، يعني بقى لنا اكثر من 70 سنه بنتكلم فيه. مشاكله ان هو it's too old, it's based on optical pachymeter اللي ناس كتيره جدا مننا وانا واحد منهم انا ما اعرفش شكله عامل ازاي فضلا عن ان انا اعرف استعمله. الحقيقه it considers the apex pachymetry and not the thinnest point. وطبعا ما فيش حد فينا يخفى عنه كميه الديسنتريشن او الفرق ما بين الثينست pachymetry والايبكس في حالات الكراتوكونيك كورنياز. واخيرا ان هو بيجنور البوستيريور سيرفس اوف ذا كورنيا. هو الكلام كله لان ده كان بيزد على بلاسيدو بيزد توبوجرافي سيستم، وبالتالي الكلام كله على الفرونت سيرفس اوف ذا كورنيا، ما بيجيبش سيره الباك خالص. بيلن مايكل بيلن حط الستيجنج سيستم ده اللي هو بيطلع له برنت اوت لوحده وبيعمل له يعني فيجر في النص بتاع الديسبلاي. الاي ستاندز فور انتيريور كورنيال سيرفس انتيريور كراتومتريك داتا اللي هو الانتيريور كيرفتشر ماب، البي الباك كيرفتشر ماب، السي السنترال او اسف الثينست كورنيال باكيمتري، الدي اللي هو الكوركتد ديستانس فيجوال اكيوتي. وهنا بنقول ان وان مانز تراش از انذر مانز تريجر. بمعنى ان هو لو نفتكر في البلن امبروزي ديسبلاي هو شال السنترال 3 تو 4 ملم ورماهم واشتغل على الجزء الباقي، لا هو هنا رجع للسنترال 3 تو 4 ملم دول لان ده الجزء اللي فيه الباثولوجي اللي هو عاوز يعمل له ستيجنج او جريدنج او كلاسيفيكيشن. بدا يحط الستيجنج بتاعه بقى ده من 0 تو 4 يعني 5 ستيجز، 0 اللي هو النورمال كورنيا و4 اللي هي اسوء حاجه. لو حط هنا الاي ار سي اللي هو الانتيريور راديوس اوف كيرفتشر، كي ار سي بوستيرير راديوس اوف كيرفتشر، الثينست البست الثينست باكيمتري، وهنا الكوركت ديستانس فيجوال اكيوتي، كل واحده فيهم بتاخد ماينس او 1 بلس او 2 بلس على حسب ما في سكارينج ولا لا. الجميل في الجدول ده ان كل البارامترز اللي فيه سواء الراديوس اوف كيرفتشر فرونت او باك او ثينست باكيمتري او Corrected visual distance visual acuity بالdecimal notation، إن كل الفاليوز دي لما بتقل معنى كده إن في progression أكتر. بمعنى إن هو بدل ما يحط لي هنا هو حط هنا radius أكتر من إنه يحط keratometric reading بالdiopters، لأن طبعا هما العلاقة عكسية بين الاثنين. وبيبدأ يحط لك اللي هو الdisplay ده هو موجود هنا، يقول لك إنه الحالة دي كانت الA اللي هي anterior distribution كان قد كده، يبقى هنا A3 B4 plus C2 اللي هي الكورنيال باكيمتري، والدي اللي هي طبعا الكوركتد ديستانس فيجوال اكيوتي، دي محتاجه ان انت تحطها في الجهاز قبل ما تصور العيان بتاعك. مش عاوز اطول اكتر من كده. الحقيقه في النهايه انه بيقولوا ان الكورنيال توبوجرافي از اندسبنسبل فور اني كورنيا اند ريفراكتيف سيرجري براكتس، نو داوت ذات ذا نيو تكنولوجيز ويل امبروف اور اندرستاندينج اوف ذا كرنت اندكيشنز ليميتيشنز اند كومبليكيشنز اوف ديفرنت تكنيكس اوف ريفراكتيف سيرجري. بشكركم شكرا جزيلا. شكرا يا وليد وتسلم، ومحاضره جديده وشيقه جدا. تسلم. هو بس اسالك سؤال فني يا وليد، هو دلوقتي انت بتعتمد اصلا على الكرر كودينج ولا الارقام؟ يعني انت في اي قرايه للبنت كام او كده او الاورب سكان، يعني الالوان هي اللي بتشدك على التشخيص اللي هو الكلر كودينج ولا لازم؟ هو خلينا اقول لحضرتك حاجه، هو يمكن الدكتور خالد لما اتكلم على الجزئيه دي هو قال انه اي حاجه بنتكلم فيها
اي ماب اللي بنعمل لها ديسكريبشن في لها تو سكيلز، في حاجه اسمها الابسولوت وفي وفي حاجه اسمها النورمالايزد سكيل. النورمالايزد سكيل يعني فرضا مثلا دكتور سعيد انا عملت سكان للكورنيا الفلاتست كي فيها مثلا كانت 40 والستيبست كي كانت 42 استجماتيزم تو دايبترز، هو هنا هيديني الكولست كلر على ال 40 والهوتست كلر على ال 42 ويوزع الكلر السبيكترم في النص، باقي الكلر السبيكترم في النص. تمام. ده انت انت بتمشي على الكلر ولا على الارقام؟ برضو ارجع اقول بمشي على الكلر، وهقول لحضرتك ليه، لان هي هي لها تريكه برضو. الابسولوت سكيل، الابسولوت سكيل ان هو هو ما عملش كده، هو ثبت درجه لون لكل رقم، بمعنى انه الاحمر الدرجه الفرنيه ده معناه دايما انه 45 بغض النظر عن انا بفحص انهي كورني. التركه في النورماليز دكتور سعيد زي ما بقول لحضرتك ان هو بيحط اللون الازرق عند اقل رقم بيقراه واللون الاحمر عند اكبر رقم بيقراه ويوزع الباقي في النص. يعني معنى كده ان الدرجه المعينه دي مثلا من اللون الازرق ده ممكن في حاله تبقى 40 وممكن في حاله تبقى 35 ممكن في حاله تبقى 45. ده اللي انا اقصده. لا يعني لا ده النورمالايزد ده ما بينصحش بيه خالص. أيوة. هو الابسولوت احنا بنثبته عشان اللي هو الرابيد منتال ريكوجنيشن او انتربريتيشن، النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ان انا امسك الحاجه كده تديني منتال امبريشن سريع مش محتاج ان انا ابص الارقام. تمام كده ربنا يكرمك يا دكتور سعيد. ليا كومنت. اتفضل يا حبيبي. هم عشان كده عملوا الاستاندردايزد سكيل بتاع كلايس اللي هو عمل 1 دايوبتر ديفرنس بس عشان ما تلخبطش ده ابسولوت ولا نورمالايزد والديفرنس ما بينهم، عمل ستاندردايزد سكيل الديفرنس 1 دايوبتر وحاول يعممه على اغلب الماشين اسمه ستاندردايزد سكيل او ستاندرد سكيل 1 دايوبتر ديفرنس بس في السكيل. تمام ربنا يكرمكم. دلوقتي خلاص عيد معلش في اسئله بس موجوده على الشات. في سؤال من دكتور بسمه جمال، could I ask how non invasive what can be done؟ ده الدكتور اسامه. اه الدكتور اسامه شلبي موجود. اسامه السلام عليكم. اه يا دكتور باسم، طبعا النون انفيزيف ان انا في حاجتين كذا طريقه ان انا اعمله بيها. انا ممكن اعمل زي ريفليكشن كده زي ريتيكال على الكورنيا واشوف الـ واشوف اللاينز اول ما بتحصل الريجولاريتي مع البريك مع البريكنج اوف ذا تيرفنج. او انا عندي اوبشن تاني ان انا حاجه اسمها تيروسكوب بيعمل برضو ريفليكشن زي ايمج على الكورنيا عباره عن جريدز كده فبيبان فيها الريجولاريتي. اول حاجه. الحاجه الثالثه موجوده في الجهاز اللي هو السيريس بنتا كام اللي هو بتاع السي اس او برضه بيعمل ريفليكشن لايمج وبيحسب بيها النون انفيزيف بريك تايم. اللي بيصور بنتا كام او بيصور توبوغرافي عموما ويبص يلاقي الايمج مش مظبوطه، يعني بيحصل لها ابنورماليتي يحصل فيها لاينز، يحط العين ارتفيشال كتير او خلي العين غمض فتح كذا مره، ديت سام سورت اوف نون انفيزيف بريك اب تايم. تمام تمام. في بعد معلش. ايوه دكتور مصطفى. اي انا وليدي مع حضرتك دكتور سعيد. لا خلاص انا خلاص كده خلاص. في حاجه مش حاجه يا وليد؟ لا هو بس في حد في الكومنتس بيسال على الاي اس في فانا بس كنت ماشي. اتفضل يا حبيبي. اه اتفضل دكتور خالد. ايوه حد في الكومنتس بيسال على اي اس في انفيريور سوبيريور فاليو. اه الانفيريور سوبيريور فاليو احنا بناخد 5 بوينت في الابر بارت و5 بوينت في اللور بارت، الديفرنس ما بينهم حوالي 2 ملم، ونشوف الكي ريدنج افريج فوق مثلا 47 وتحت الافريج 45. الديفرنس الاي ان اس فاليو نورمالي لغايه 1.3 من 10 او افريج 1.5 من، فلو اللور بارت ده بوزيتيف يعني الانفيريور ستيبنج اعلى، اللور مثلا 47 والابر 45 فالديفرنس ما بينه 2 دايوبتر فدي تبقى بوزيتيف اي ان دي اس فاليو. ده بيتاخد من ضمن البارامتر بتاعت السكور او الناجي سكيل بحيث ان هو ياخد رقم. يعني عندنا هنا بوزيتيف اي ان دي اس فاليو يعني معناها في انفيريور ستيبنج موجود. نخش بقيه البارامتر. تمام دكتور خالد. دلوقتي ان شاء الله هنقدم احدى نجمات قسم الرمد الدكتوره وسام شمس، دي شغاله حاليا دلوقتي في ويلز اي هوسبيتال في فيلادلفيا بنسلفانيا، هتقدم محاضره شيقه عن حاجه اسمها ارتفيشال انتليجنس ان جلوكوما دياجنوز. بس ثانيه واحده يا دكتوره وسام استاذن حضرتك، لازم طبعا نشكر الناس اللي موجوده معانا لغايه دلوقتي، وفي نفس الوقت بنشكر الدكتور سعيد شلبي الدينامو المحرك للنشاط العلمي في القسم اللي هو ورا النجاح اللي كان موجود في النهارده وقبل كده.
وطبعا لان طبعا القسم بتاعنا بيشهد طفره دلوقتي حاليه جامده جدا سواء علميه او سواء في البنيه الاساسيه، وده بفضل طبعا الدكتور مجدي موسى رئيس القسم والدكتور احمد غنيم عميد الكليه، في سبورت جامد جدا من الاداره في تطوير القسم، وان شاء الله القسم وطبعا مش باين الكلام ده دلوقتي لظروف كورونا، نتمنى انها تختفي بقى ونبدا نستمتع بالانجازات اللي في القسم. اتفضل يا دكتوره وسام، والحمد لله على السلامه. وقلت لنا كنت بتكرمي بتكرمي على اساس ايه؟ على اساس ان انا ريسيرش فيلو. مش على اساس مش على اساس ايه على ايه سوري على ايه؟ لا هو النهارده بيبقى في حاجه اسمها جرادويشن سيرموني لكل الفيلوز، الفيلوز سواء كلينيكال فيلوز او ريسيرش فيلوز اللي بقى لهم سنه في المستشفى. تمام. فبس انا كنت متخيله ان هم هيكرموا الكلينيكال فيلوز، بس الحقيقه بس كنت عشان نجمه بقى ربنا يوفقك. ماشي ربنا يوفقك. انا معاك الشهاده هي دكتور سعيد. لا جميل صدقناك خلاص. اتفضلي اتفضلي يا وسام اتفضلي. ارتفيشال انتليجنس ان جلوكوما دايجنوز اتفضلي. طبعا في البدايه احب اشكر دكتور سعيد على ان هو اتاح لي الفرصه النهارده ان انا اكون معاكم، وبصراحه اشكر القسم كله، انا مبسوطه جدا ان كلكم حاسدوني. هنتكلم النهارده عن artificial intelligence في glaucoma diagnosis، وبصراحه انا اخترت الموضوع ده رغم ان هو لسه موضوع جديد ملهوش applications في مصر، والحقيقه ملهوش applications لسه جامده في العالم كله. بس في الحقيقه انا حضرت السنتين اللي انا حضرت فيهم الامريكان اكاديمي كان كل سنه لازم بيبقى فيه session عن artificial intelligence في sub specialty day سواء في glaucoma او في retina، فانا حبيت ان احنا ندي general idea to scratch the surface عن الموضوع ده علشان نبقى عارفين عنه. أنا هقسم التوك على جزئين، الجزء الأول هنتكلم فيه عن artificial intelligence عموماً إيه الفكرة بتاعته وإزاي الماشينز الجديد اتطورت، والجزء الثاني هنتكلم على الابليكيشن بتاعة artificial intelligence في الجلوكوما. علشان نفهم artificial intelligence لازم الأول نعرف 3 important terms، حاجة اسمها artificial intelligence، حاجة اسمها machine learning وده جزء من artificial intelligence، والحاجة الثالثة هي deep learning وده جزء من machine learning، يبقى البرو term AI بيطلع منه machine learning وبيطلع منه deep learning. طيب هنبدأ بأول حاجة اللي هو الـ AI أو الـ artificial intelligence. الـ definition بتاعه ببساطة هو الـ ability of the machine to imitate the human intelligence. طيب هل الـ AI دي حاجة بعيدة عننا أو إحنا ما شفناهاش قبل كده؟ لا، في الواقع هو حاجة موجودة في الـ everyday life starting from the very basic things زي مثلا الـ automated tagging of faces على Facebook، وبتنتهي بالحاجات الـ very advanced زي الـ driverless cars والـ autopilot systems. اللي احنا نعرفه بقى النهارده هو الابلكيشنز بتاعته في الجلوكوما. طيب الترم الثاني اللي هو ترم الماشين ليرنينج، اللي احنا قلنا ده نوع او جزء من الارتفيشال انتليجنس. الماشين ليرنينج معناه ببساطه هو الماشين سيلف ليرنينج. يعني ايه؟ يعني الابيليتي اوف ذا ماشين تو ليرن سمثينج وداوت نيدينج تو بي دايركتلي بروجرام. يعني مش انا اللي هعلمها، لا هسيبها هي اللي تعلم نفسها او تطور نفسها بنفسها. علشان نفهم الموضوع ده او نبسطه هندي مثال بسيط بلعبه الشطرنج او التشيكر. التشيكر يعتبر من أول الكمبيوتر جيمز اللي بدأ يدخل فيها الـ AI. لو افترضنا أن شخص عايز يعلم الكمبيوتر التشيكر عن طريق أن هو يوجهه يقول له في circumstances المعينة المفروض تعمل الموف الفلانية، وفي circumstances معينة المفروض تعمل موف ثانية، الحالة دي فعلاً الـ AI هيبتدي يتطور وهيديني outcomes كويسة but will never be better than the person himself. يعني هيتطور يبقى زي الـ human brain، لكن عمره ما هيقدر يتطور عن الـ human brain. ومش ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين الـ AI يحللنا المشاكل اللي بتواجهنا احنا كـ human brain مع الـ diagnostic tools أو مع أي games مثلا أو أي حاجة. فعلشان كده في واحد مشهور جدا ده American pioneer اسمه Arthur Samuel، ده كان شخص اشتغل كله في طول حياته في الكمبيوتر جيمينج وفي الارتفيشال انتليجنس، هو اللي اخترع المصطلح بتاع الماشين ليرنينج. هو عمل ايه؟ كان بيعلم الكمبيوتر التشيكر عن طريق ان هو يخلي الكمبيوتر يأدابت to the game as it played out، يعني بيسيبه يلعب لوحده وهو اللي يبتدي يعمل نفسه self improvement كل مره، لغايه ما فعلا في مرحله معينه الكمبيوتر قدر يتفوق على سامويل نفسه. هي دي الحاجة اللي احنا عايزين. المصطلح الثالث اللي احنا عايزين نعرفه اللي هو الديب ليرنينج. الديب ليرنينج ده نوع من أنواع الماشين ليرنينج بيستعمل حاجة اسمها نيورال نتوركس. النيورال نتوركس من اسمها هي عبارة عن sets of algorithms inspired أو designed زي بالضبط النيورال activity في الهيومن برين، بس هي بتشتغل على حاجة واحدة إن هي to recognize patterns أو images، مش على كل حاجة في human brain. وبالتالي كان أحسن design الالجوريزم دي تتعمل زيه هو الـ visual cortex، يعني هي بالضبط designed زي الـ human visual cortex. بتستعمل إيه؟ بتستعمل multiple layers
الداتا بتدخل على layer ورا layer ورا layer, وفي كل مرحلة بيحصل extraction the higher features لغاية ما يحصل full recognition للإمج. الصورة دي هي اللي بتوضح بالضبط شكل الديب ليرنينج بيبقى عامل ازاي. يعني لو افترضنا ان احنا دخلنا الإمج على اول layer اللي هي الانبوت layer, الانبوت layer دي بتبتدي تعمل extraction the primitive features, لكن مع كل layer الداتا بتدخل عليها بيبتدي يحصل extraction the higher features لغاية ما يحصل full recognition للإمج. يبقى تاني to wrap up, احنا عندنا ثلاث حاجات. حاجة اسمها artificial intelligence, وده معناه the ability of the machine to mimic the human cognitive function. بيخرج منه machine learning, وده معناه ability of the machine to learn without the needing to be directly programmed. والحاجة الثالثة اللي بتخرج منها هو deep learning, وده معناه ability of the machine to learn عن طريق حاجة اسمها multi-layer neural networks اللي designed زي ال visual cortex بالظبط. هنركز شوية على deep learning. deep learning علشان أبتدي create program بيعتمد على deep learning, ده بيبقى صعب, بياخد مراحل. المرحلة الأولى هي حاجة اسمها training. training اللي أنا بدخله training data set علشان to create the model. هبتدي أعلمه أو أدخله طبعا huge number من الداتا أو الimages علشان أي دكتور. الصوت قطع. لا تمام, هو إحنا شغالين. في مشكلة عندك أنت يا خالد. فبنبتدي ندخل huge number من الداتا سيت علشان البرنامج يبتدي يتدرب عليه. number 2 حاجه اسمها validating. validating ان احنا بندخل validating data set بتبقى تشبه training data set, بس في المرحله دي بنبتدي نعمل manual adjustment او improvement للموديل على حسب الاوتكمز اللي طلعت. المرحله الثالثه هي testing, ان انا بدخل testing data set, ودي بتبقى data set مختلفه علشان نشوف الانتجريتي بتاعه البروجرام او الموديل ده هتكون كويسه ولا لا. الحاجة الثانية اللي محتاجين نعرفها برضو عن الـ Deep Learning هي الـ Architecture أو الـ Design بتاعه. احنا قلنا ان هو عبارة عن Neural Networks شبه اللي موجودة في الـ Brain. هي ليها Designs مختلفة و Architecture مختلفة, احنا مش هنركز عليهم كلهم. احنا نركز على النوع المهم اللي احنا بنستعمله في الـ Image Recognition, حاجة اسمها الـ Convolutional Neural Networks, وهو ده أهم نوع, يعتبر الـ Gold Standard للـ Image Classification. أو ببساطة الـ Design بتاعه بيعتمد على ايه؟ يعتمد على ان لو افترضنا دي اللاير الاولى, اللاير الثانيه, اللاير الثالثه, ان كل نيورون في اللاير الاولى بتبقى connected to all the neurons in the second layer but not connected to the neurons in the same layer. يعني بنقلل حجم الكونكشنز. طب ده هيفيد بايه؟ هيفيد ان البروسيسنج هيبقى اسهل. البروسيسنج بتاع الايمج في السيستم ده هيبقى سهل, والبروسيسنج تايم هيبقى اسهل من لو انا عملت fully connected neural network. وبالتالي ان انا لو دخلت huge number من الامجز هيبتدي يحصل لها analysis و recognition بسرعة جدا, وهو ده اللي احنا عايزينه. طيب هندخل بقى دلوقتي على part 2. انا هستعمل artificial intelligence ازاي في الجلوكوما. طبعا كلنا عارفين ان challenges اللي بتواجهنا في الجلوكوما diagnosis, ال early detection اهميته قد ايه, ومعظم الحالات asymptomatic. وفي نفس الوقت ال early detection ده صعب جدا, لان for example علشان ال visual field يبقى affected احنا محتاجين 20-50% of the corresponding retinal ganglion cells should be lost. So far, ما فيش أي single tool أقدر أعتمد عليها لوحدها علشان أديagnose أو detect the progression بتاعة الجلوكوما. وبالتالي عندي طبعاً تعتبر الجلوكوما diagnostic images تعتبر material كويسة جداً لل AI. لكن زي ما قلت في الأول, الجلوكوما تعتبر من الحاجات اللي لسه ال AI في المراحل البدائية فيه. أول FDA approved the program the AI system كان في الرتن الحقيقة, ده كان the screening of diabetic retinopathy, لكن ما فيش أي حاجة FDA approved في الجلوكوما. لكن إحنا أكيد عارفين الفرق ما بين الرتن والجلوكوما. يمكن diabetic retinopathy أو في حاجات straightforward شوية, الجلوكوما طبعا فيها حاجات complex زي مثلا في الديسك أو fundus photography, في فروقات رهيبة في population ناحية fundus pigmentation, disc size, CD ratio, tilted أو myopic disc, visual field عارفين الايرورز بتاعته ان هو patient dependent, ال OCT رغم ان هي حاجه objective لكن وبتديني ارقام لكن برضو still فيها limitations زي floor effect, red disease والbrain disease. ال AI بقى هيحاول ان هو يادرس المشاكل اللي موجوده في ال main three investigations في الجلوكوما, اللي هما number one fundus photography, number two visual field, number three ال OCT. أنا هدي مثال على كل حاجة من دول ببيبر واحدة عشان نبقى سريعين. كل بيبر أو إزاي إن إحنا بنستعمل الـ AI في كل حاجة من الثلاث حاجات دول. فأول حاجة الـ Deep Learning مع Detection of Glaucomatous Disc. البيبر دي كان هدفها إن هي تعمل إيه؟
ان هي تعمل تستعمل الديب ليرنينج نيورال نتوركس الجلوكوما ديسكرينيشن، يعني نفرق جلوكوميتس ونون جلوكوميتس عن طريق الكالر فوندس ايمج. الحقيقه هم استعملوا طبعا زي ما قلنا لازم بيبقى عدد كبير جدا من الايمجز علشان البرنامج ده يبتدي يتطور، فهم استعملوا اكتر من 3000 ايمج. طبعا ال 3000 ايمج دول كلهم كانوا المفروض ان هم ابروفد بجلوكوما اكسبرت ايه الجلوكوميتس وايه اللي مش جلوكوميتس علشان نبتدي نعمل فاليديتنج للاوتكمز دي. الريزلتس الحقيقه كانت كويسه جدا، طلعت لي الاريا اندر ذا كيرف 0.9 او مور. وبالتالي كانت البيبر دي تعتبر بدايه قويه لاستعمال الاي اي في الفاندس فوتوغرافي للديتكشن للجلوكوما. في بيبرز مختلفه اتعملت نفس الفكره على الفاندس ايمجز مع الجلوكوما، كلهم طلعوا نفس الكلام الاريا اندر ذا كيرف حوالي 0.9. وبس انا علشان ادي فكره للناس اللي ما عندهاش فكره عن معنى الاريا اندر ذا كيرف، دي حاجه في الاستاتستكس، ده تول بنستعمله في الاستاتستكس لما نكون عايزين نعمل فاليديشن لاي دايجنوستيك تول جديده. هو فكرته ان هو بيوري بي بي بيحكم على التست ده او قدرته ان هو يفرق لي الديزيز من النورمال. فلو الرقم طلع حوالي 0.5 يبقى ده فاشل، نو ديسكريميشن. لو ال 0.7 to 0.8 دي تعتبر acceptable results. From 0.8 to 0.9 دي تعتبر excellent results. From 0.9 فما فوق دي تعتبر outstanding results. زي ما احنا شايفين ال area under the curve في كل الستادس اللي اتعملت بالفندس image كلها around 0.9، ودي ارقام كويسة جدا. Number 2 هو deep learning مع detection of glucometous field. برضو هنتكلم عن paper، برضو ال paper دي كان هدفها ان هي تفرق برضو الجلوكوما from non-glucometous visual field based على التست results او mean deviation total deviation. هم عملوا ايه؟ برضو استعملوا رقم مهول اكتر من 4000 image من 1300 patient، والنتيجة برضو كانت نتيجة كويسة، طلعت برضو الـ area under the curve حوالي 0.8، والـ specificity والـ sensitivity 80% و 90%، دي تعتبر برضو أرقام كويسة. فلو ضفنا الـ visual field paper مع بقية الـ fundus photography هنلاقي برضو إن هي طلعت لنا أرقام area under the curve معقولة جدا. إن الحاجة الثالثة أو النوع الثالث اللي نستعمل فيه الـ AI مع الـ OCT. برضو هنتكلم عن paper اتعملت علشان نفرق الدايجنوزيس بتاع الايرلي جلوكوما عن طريق السبكترال دومين او سي تي، وهم هنا استعملوا حوالي 4300 او سي تي ايمج. برضو لقينا ان الاريا اندر ذا كيرف طلعت حوالي 0.9، ودتني سبيسيفيتي وسنسيتيفيتي عاليه جدا. ده كده التيبل الملخص لكل البيبرز اللي اتعملت على الاي اي سواء فاندس ايمج او او سي تي. الثلاثه بيبرز بتوع الاو سي تي كان في منهم اثنين بيستعملوا الحاجتين مع بعض، الفاندس ايمج مع الاو سي تي. كلهم زي ما شايفين الارقام بتاعتهم تعتبر معقوله جدا. في بيبر بقى، هي البيبر دي ما اتنشرتش، هي اتعرضت في الامريكان جلوكوما سوسايتي ميتنج في شهر 2، هي لسه ما اتنشرتش في جورنال، علشان كده الصور سيئه لان انا مصوراها من ابستراكت بوك. البيبر دي فكرتها لذيذه جدا، هما هنا بقى كانوا عايزين يعملوا ايه؟ مش هنستعمل الدايجنوستيك تول علشان اشخص، لا انا هستعمل الاو سي تي علشان ابريدكت الفيجوال فيلد، بمعنى ان انا هصور الحالات كلها ماكيولار او سي تي، وبعد كده هدخل ماكيولار او سي تي ايمجز على الديب ليرنينج الجوريزم، وهو هيستنتج الفيجوال فيلد بتاع العيان ده هيكون شكله ايه، بس مش كل الفيجوال فيلد 10-2 او السنترال فيجوال فيلد. طيب دي تعتبر حاجه كويسه جدا لان هي هتديني الفيجوال فيلد اللي احنا بنعتبره طبعا اهم حاجه في الجلوكوما دايجنوزيس، لان الفيجوال فيلد هو التست الوحيد اللي بيوريني الفانكشن بتاعه الاوبتيك نيرف. الاو سي تي والفاندس فوتوغرافي بيوروني اناتومي لكن ما بيورينيش فانكشن. وفي نفس الوقت احنا عارفين مشاكل الفيجوال فيلد انه بيعتمد على العيان بقى والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف وكل القصص دي. فلو انا اديت للكمبيوتر الاو سي تي بتاعه الحاله وهو هيطلع لي الفيجوال فيلد without any errors، دي هتكون طبعا نقله قويه جدا. فهما فعلا في الستادي دي كانوا بيعملوا ايه؟ زي بيعملوا اوفرلاي لل 68 لوكيشن من 10-2 فيجوال فيلد على الانفاس او سي تي، وبداوا ان هما يشوفوا التوتال ديفيشن والمين ديفيشن اللي هيطلعوا من البريدكتد فيجوال فيلد ده عامل ازاي، ويقارنوها بالفيجوال فيلد الحقيقي اللي العيانين عملوه. فلقوا ايه؟ لقوا ال الايرور اللي طالع كان حوالي بس 2.2 ديسيبل، يعني الفرق ما بين المين ديفيشن في الفيجوال فيلد الحقيقي اللي البيشنتس عملوه والبريدكتد فيجوال فيلد اللي الاي اي عمله كان حوالي بس 2.2 ديسيبل، وده يعتبر طبعا كان فرق قليل جدا.
بس هو البيبر دي so far لسه ما اتنشرتش، وانا لما كلمتهم قالوا لي ان هم فعلا لسه بيحاولوا يطوروا الموديل، يعني بيكريت كذا موديل علشان يحاولوا يقللوا نسبه الايرورز. طبعا اللي انا عايزه اقوله في الاخر ان هي دي حاجه emerging، حاجه كويسه خلال السنين اللي جايه ممكن فعلا تديني نتائج وتحسن لنا من الدايجنوستيك ابيليتي في الجلوكوما، لكن ستيل طبعا هي ليها limitations. هي تعتبر زي بلاك بوكس لسه احنا بنحاول نستكشفه، يمكن في الريتنا سبقوا شويه بداوا يفتحوا البلاك بوكس ده وبقى فيه FDA approved program، لسه في الجلوكوما ما فيش حاجه زي كده، لكن في limitations. limitations دي يمكن في ثلاث اهم limitations موجودين. اول حاجه ان الديب ليرنينج الجوريزم ار اونلي از جود از ذا ايمجز ان بودي، يعني لو انا اديته جود كواليتي ايمجز هيديني جود اوتكمز، لو انا اديته باد كواليتي ايمجز هيديني باد اوتكمز، ودي حاجه متوقعه. نمبر 2 ان الايمجز with less severe disease manifestations including glaucoma suspect and early glaucoma can be more difficult for deep learning to classify، ودي برضو حاجه بنواجهها مع الهيومن فريم. دايما مشكلتنا الاساسيه في الايرلي ديتكشن مش في الحالات السيفير والادفانسد اللي هي بتتكلم عن نفسها. Number 3, in the deep learning also has difficulty analyzing images with multiple comorbidity. يعني لو الحالة مش جلوكوما بس، جلوكوما ومعها حاجة تانية زي high myopia، زي diabetic retinopathy، أو age-related macular degeneration، حاجات اللي هي complex دي هتخلي فيه صعوبة في التشخيص. دي طبعا limitations، لكن زي ما قلنا in future بتاع deep learning يعتبر still bright. لو قارنا الفترة القصيرة اللي بدأ فيها الديب ليرنينج ان هو يتطور بكم الحاجات اللي اتنشرت وبكم الاوتكمز اللي طلعت، هنلاقي ان هي حاجة مبشرة جدا، وبخلال السنين الجاية ممكن فعلا نحصل على حاجة valid وحاجة approved. So thank you. برافو يا وسام. Any questions؟ جميل جدا، وعرفتي تلخصي وتشرحي او تدخلي لنا فكرة الاي اي بشكل مبسط بالذات السلايدز الاولانية، بس اعتقد المحاضرة بتاعتي دي عاوزة تشاف مرة واثنين وثلاثة. وبرافو برافو عليك. شكرا. انا عارفه والله ان هي حاجه كومبليكيتد، انا حاولت ابسطها، بس انا فعلا بس قلت ان احنا لازم ان احنا نبقى عندنا فكره عن لا جميل جدا، وقدرتي تبسطها لنا. واخر حاجه اللي انت قلتيها اخر بيبر لو تمت، اللي هو اخيرا هتخلي الفيجوال فيلد اوبجكتيف مش سبجكتيف، دي اهم حاجه، ولو تمت يبقى نجاح جامد جدا فعلا. سعيد. تسلموا. طبعا عاوز اشكر الزملاء اللي لسه موجودين معانا، الناس اللي موجودين ربنا يكرمهم. موجودين معاك والله يا بيو. لا الناس مش انتوا، لا انتوا موجودين طبعا، لا الناس اللي هم البارتيسيبانت. دي واحده اول حاجه بس يا طارق، وبعدين نكمل حبيبي. وبعدين طبعا بشكر كل الزملاء اللي كانوا قالوا توكس معانا، اللي هم ملتزموا بالمواضيع كانت كلها شيقه وفي نفس الوقت بالوقت، ونشكر الشركه الممتازه اللي نظمت لنا الميتنج دوت. وإلى اللقاء بقى في الإبيزود 2 مجموعة تانية من الانفستيجيشنز. فضل دكتور طارق. شكرا لحضراتكم. طبعا أنا سعيد بالبيبر بالأوان. وسام إزايك وإزاي أخبارك؟ صح دكتور طارق، الحمد لله. الحمد لله. أخبار الناس اللي عندك إيه، كويسين؟ يا عم مش وقت ودلوقتي الناس عاوزة تنام. لا نطمن عليها برضو. الحاجة التانية طبعا الارتفيشال انتليجنس يعني is a new era في الميديسين كله، وحتى يمكن في الساينس كله مش في. فطبعا ان احنا كمان في الجلوكوما وسام غطت جزء جميل في الارتفيشال انتليجنس، في الاوبتيك ديسك ايمجينج، الاو سي تي، الفيجوال فيلد، يمكن في جزئيه هي ما غطتهاش في الانجل. يعني برضو الاو سي تي انجل دلوقتي في شغل كتير قوي في الارتفيشال انتليجنس عليه، وبداوا يعملوا سيجمنتيشن وكاركترايزيشنز ليه الاوستي انجل ابييرنس في بالارتفيشال انتليجنس. النقطه اللي ما زالت هي الميجر اوبستكل زي ما انت قلتي، الفاريابيليتي العاليه قوي في حالات الجلوكوما. احنا دايما عندنا مشاكلنا في الجلوكوما بالذات في اللي هو الاريا اللي هي شيدد ما بين النورمال والسسبكت الايرلي جلوكوما. احد مشاكل الارتفيشال انتليجنس ان هو مثلا ممكن يديني 1000 باترنز من الجلوكوما سسبكتس، يعني احنا اصلا بنبقى تايهين في 2-3 باترنز. فلما بدخل الايمجز للديب ليرنينج عشان يطلع لي يعمل لها كاركترايزيشنز بيبقى فيري فيري سوفيستيكيتد لدرجه ان هو بيطلع لي باترنز كتير جدا، فبقى بيعقد الامور اكتر ما بيسمبليفاي. هي ستيل يعني ايه هيحتاج طبعا زي ما الجروب اللي قالت لك، لا احنا وي ار ستيل وركينج اون ذا بروجكت عشان خاطر
يحاول يتغلب على كل المشاكل دي، بس اعتقد ان they are going to have it. والارتفيشال انتليجنس يمكن في خلال العشر سنين اللي جايين هيدخلوا المريض بشكل او باخر، هيبعتوه لكمبيوتر سيستم هيرجع لك الريبورت كومبليت وهيقول لك اكتب له كذا وانت قاعد رجل على رجل وما لكش ايه، مالكش شغلانه ثانيه يعني. هو في حاجه كمان، في حاجه كمان دكتور طارق، هما فرحانين جدا بالارتفيشال انتليجنس هنا لانه هيقلل الميديكال ليجل ايشوز، لان الدكتور هو مش هيبقى ليه دور في التشخيص، هو هيطلع دلوقتي زي ما حضرتك قلت الريبورت هيجي ده مثلا سيفير ده مايلد ده مودريت، وبعد كده هيدخلوه كمان في المعمل. لا بس هيقتله، لا لا وسام هيقتله اللي حط البروجرام. لا ما هو لا لا ما هو ده اللي هيتجاب ستيل السيرجري هتبقى شغاله، بس الفرق ان الدكتور بدل ما هو مثلا هياخد الديسيجن بتاع السيرجري، لا هنقول له، هنقول للبيشنت الاي اي بيقول لك ان انت محتاج سيرجري، فلو بعد السيرجري مثلا حصل حاجه هيقول لا. لو حضرتك شفت دكتور سعيد في في السلايد اللي انا قلتها على السكريننج، ايوه كان التايتل بتاعها كمبيوتر ايديد دايجنوزس، ده الفيوتشر كمبيوتر ايديد دايجنوزس، هيبقى اولموست كل دايجنوزس بعد كده هيبقى اتس ذا كمبيوتر دخل فيه كل الداتا. دلوقتي انا عندي معظم الحاجات بتبقى ديجيتال ايمج او ات ليست ديجيتال داتا، اي ديجيتال داتا بسهوله هتخش على الديب ليرنينج سيستم وهيتعمل لها بروسيسنج وهيطلع لك في الاخر هيقول لك كل اللي انت بعته لي ده، الداتا اللي انت بعتها لي دي كلها ماشيه في الاتجاه ده، ده التشخيص بتاعك. بس الكلينيكال سنس يا طارق، الكلينيكال سنس عندك. لا لا انا مع حضرتك اه، بس لا لا. هو بس هو لو حضرتك خدت بالك من الـ من الـ اللي وسام قالته، they are processing something highly intelligent much intelligent عن الهيومن برين، they are using now النيورال نتورك عشان يعملوا even a brain which is far intelligent عن our brain، عشان كده يعني they will be able to process millions of data in a second ويطلع لك ريبورت. ده 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 الفيوتشر. عموما مجهود مشكور يا وسام، وانت برافو عليك ان انت بس المهم ترجع لنا، يعني احنا نفسنا انت او هاجر ان شاء الله اللي انتوا عرضتوه النهارده ترجعوا يبقى الكلام ده ابليكابل عندنا بشكل او اخر، وتبقوا انتوا نواه للابداع ده عندنا في القسم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسهل دكتور. سلام يا وسام. الدكتور مصطفى لو عاوز يا شركه فارما، شركة فارما ميديكال بتشكر حضرتك جدا. تسلم يا دكتور مصطفى عموما على وجودك معنا، وطبعا لازم اشكر احمد فكري الجندي المجهول في القصه دي كلها. شكرا يا دكتور احمد فكري. شكرا يا حبيبي. انا عندي سؤال بس قبل ما نختم للدكتور مصطفى، هي كانت موجوده على اليوتيوب، هل في الكونكشن بتاع اليوتيوب ده او التسجيل ممكن تبعته لنا؟ كان في ناس عايزه فعلا تسال. هو اوريدي بيفضل يعني بعد ما بنخلص اللايف بيفضل موجود على اليوتيوب، فحضراتكم هتلاقوا المحاضره موجوده ريكوردد على اليوتيوب اوريدي. تحت اسم ايه ولا تحت لينك ايه؟ نفس الاسم كده. هي اللينك انا حطيتها على الجروب، هحطها تاني دلوقتي على الجروب شات الموجود معنا. اه يا ريت تحطها على اللينك على الجروب شات بتاعنا ونبقى احنا نوزعها. الناس بتسال عليها. اعتقد في كل المحاضرات ريكوردد. نعم يا دكتور. اعتقد في سؤال للدكتورة هاجر، في سؤال عن هاجر استأذنت لانها عندها ارتباط في شغلها، لكن هو ممكن ان يبقى موجود. لا سؤال لا في سؤال مكتوب هنا ان هو اعتقد سؤال لوسام. think about the medical legal aspect of artificial intelligence او in artificial intelligence. هي دي الفكره، لو البروجرامز دي فعلا بقت FDA approved زي ما قلت بالظبط، لسه ما فيش اي حاجه FDA approved. لو هي بقت FDA approved ده طبعا هيشيل عبء الميديكال ليجل ايشوز تماما، اللي هي ما عادش في حاجه اسمها دايجنوستيك ايرور. بالظبط فهي دي هتبقى نقله في القصه دي وهتريحهم كلهم، اللي ده ما عادتش الريسبونسبيلتي بتاعنا، وخاصه في الحاجات اللي هي بتبقى محيره في الديسيجن ميكنج زي الجلوكوما. فعم تبقى محتارين هل العيان ده يعمل سيرجري ولا نتم عن ميديكال، which type of surgery. فلو decision making ده كله تعمل بالـ AI ده هيقلل الـ medical legal responsibility. ضربة قاسية للمحامين. بالضبط. يرفعوا قضية. أخيرا نقدر نعمل حاجة للمحامين. دكتور سعيد شلبي، دكتور مصطفى، دكتور مصطفى، دكتور سعيد شلبي موجود معنا؟ موجود. عن ميوت كده دكتور مصطفى، دكتور سعيد شلبي يقول كلمة. حضرتك تقدر تعمل حضرتك ان ميوت يا دكتور سعيد، اتفضل يا دكتور. السلام عليكم جميعا. حبيبي اتفضل. السلام عليكم. سهرناك يا سعيد، اتفضل.
اخي اخي العزيز الحبيب المحترم الدكتور سعيد دسوقي، ربنا يباركك يا حبيبي. احسنت انت واللي معاك من اول الدكتور حمدي الكومي لغايه الدكتوره وسام اللي معايا، مش انا بقول حاجه. شركه فارما ميديكا يوم رائع، كلكم احسن من بعض بدعواتك ونفسك ابو سعيد. مديريته ممتاز يا دكتور سعيد. تسلم يا حبيب قلبي، ربنا يكرمك. تسلم يا حبيب قلبي، انجزت فعلا مهمه جدا، وكده هنتكلم فيك بعد كده. يا رب يبارك لك ان شاء الله مع بعض. ربنا يبارك لك ومع لقاءات اخرى ان شاء الله. اتفضل يا دكتور مصطفى، وشاكرين افضلك للشركه. احنا بنشكر حضراتكم والله يا دكاتره، وشرف كبير لينا جدا تواجدنا مع حضراتكم، وان شاء الله تتكرر تاني ان شاء الله. فارماميديكا بتشكر حضراتكم وبتشكر الاتنديز من الدكاتره، وان شاء الله يوم يتكرر تاني باذن الله. تسلم يا حبيبي، تصبحوا على خير جميعا، وكل عام وانتم بخير. شكرا 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 لكل الحضور. شكرا لكل الحضور. You can just leave.